ياس نتمنى والله ما يقطعش. ياس اخوان ما عندنا ما نديرو الكونيكسيون 3G قطعات وعاودت رجعات. الكونتوني كان زوين انا كسرت بالساعه عفويا استاذ مهن اني 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 وتلنا بتنا التليبوزيسيون كنت بعيد ليه كنا كانوا كامي بعد ليه الطبلة كانت بعيدة قربنا غيكون الصوت حسن غيكون حسن دابا 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 قولوا لنا برك الا راكم تسمعوا مليح ولا لا 5 سلسان لا دابا سيرتو قربنا صاحبي راه حنا دابا وجهنا حدا حدا التليفون حدا التليفون السؤال مزيان هما نتسناو نتسناو على 5 دقائق عاوتاني بين ما الاخوان خاصك تعاود تعاود تبارطاجي يقدر انا بارطاجيت انا بارطاجيت ديليتيت الاولاني 1000 دابا مع مسحت الاولاني يعني راه سميت مسحتي فاصيلتي شنو صافي 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 5 سلسان لا الصوت دابا غادي يكون مزيان صوت لا 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 مزيان خبيه تليفون دابا انا شنو طار عايش في ديز بي جاز ان عاود تدخل البروفيل ديالي تلقى حتى تما والله دير يخرج لك البروفيل ديالي من فوق دا هذا الفيسبوك ديالك السبيلة ديالي ديالي عاد قال لك قدم لينا الدراري اللي كاينين صافا بخير سمحوا لنا الدراري درنا بحال ديجا اللايف كان مبدي لان اللايف كان باجي وتقطع وتيق راه صرا بحال بحال دابا هذا اللايف هذا راني داير راه ديجا بديت اللايف نعاودوا ازرو بحال ما كان لا لايف لا والو حسام من الجزائر بلال من المغرب محمد علي عاقل من تونس الباك جراوند فيها فهمتي تبارك الله حكيم المغرب مدوح الجزائر مروان المغرب الشقر من المغرب ذيس لايف از سبونسورد باي الشقر باي ذا واي ذيس لايف از سبونسورد باي الشقر الدراري فهمتي دابا حنا راه الليل هذا 12 الطيرون شحال كنت فايده 12 20 ديال 5 ديال العشيه 25 في المغرب الناس هادو في حناهم انا حتى الوقيته هادي كنكون بديت كنحاول نعس ما هانيه نهار كبير هذا اللي غادي نتجمعوا مع المغاربه حنا مجموعه الحمد لله شمال افريقيا كامل المغرب اللي كبير كامل ونبداو الاخوان اللايف واللايف الاولاني تقطع ما غادي يكون ان شاء الله دابا كاين سؤال الحاج قال لك اخواني السلام عليكم اعاني من مشكله الحافز لم تعد لدي رغبه في العمل رغم انني حققت ارقام متوسطه في البدايه اخي هذا راه عندي مشكله مع الحافز اللي هضرتي لي انت في ستوريز ديالك والله واحد ستوري واحد ستوري يومين هادي دويت عليها هي علاش فهمتي لك اي حاجه كديرها علاش ديك الساعه ملي كنت كدير شي ارقام صغيره شوف كان شي حاجه علاش باغي ديرها المهم كانت شي حاجه علاش ما عرفتش دابا دوك ستوريز كان دوك ستوريز كنسجلو وكيمشي كيبقى عندك الارشيف راه ممكن راه ولا الابديت الجديد ديال انستغرام كيبقى مسايفين في الارشيف واخا ما حطهم في التليفون واخا غادي نحاول ندير واخا واحد الصاد صيفط ليا قال لي الفيديو ديالك راه تيبلودا في اليوتيوب قال لي وليت رد لبال راه ستوريز ماشي داك الشيء ما تيبقاش برايفت راه كيديو ما انا ما عنديش مشكل كاين واحد الابليكاسيون كاين سيت كديرها اليوزر ديال شي انستغرام اكونت كيتيشارجي ديال مزيانه بالعكس راه ستوري راه ما تنديرهاش انا على قضيه غير انا ما عنديش فيسبوك خاصي يبقى عندي انستغرام وصافي ما الجواب والله الا الجواب ديالي صبر الفيديو كان صيفطوا ليا واحد خونا قال لي راه وليت طرا شي واحد كيهزوا ستوري ديالك كيلوحوه في يوتيوب قلت له راه بالعكس ما كاينش مشكل بالعكس راه ماشي شي حاجه برايفت بحال سناب شات ولا داكشي بالعكس اللي بغا يهز شي حاجه الله يسخر ليه بالعكس شي حاجه زوينه الفيديو هذا تكتب سيمو لايف بالعربيه سيمو لايف علاش باقي عاقل العنوان كان فيه علاش المهم كان فيه هذيك علاش خاص تجاوب على داك علاش المهم شوف الفيديو يوتيوب سيرت يوتيوب قلب على سيمو لايف علاش العين لام الالف الشين علاش عيط لي قال الجواب فهمتي بالضبط شنو طرالي بالضبط شنو علاش شنو اللي ما خلاش عندك الحافز تمشي تخدم
فوتو هذا. كاين دوزيام سؤال ممكن تجاوب عليه انت والله. عشتكم انتم تقطعوا. لا 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 جاوب انا راجيبكم انتم تجاوبوا. قال لك خوتي خوتي دروب شيب علي اكسبريس تو امازون باختصار اذا قدرتوا. From AliExpress to يعني اختصر ليهم الفكرة تاع دروب شيبين from AliExpress to Amazon. كيفاش؟ إذا قلت تقدر دير دروب شيبين from AliExpress to Amazon. يقدر ولكن قروين ودن الطلوه. لا واش يبيع في أمازون وبقاي دروب من AliExpress الكونت الله يرحمه. الله يرحمه. الكونت الله يرحمه. أنفسي يكمل ما يفوتش الشهر. وما تجي لكم أخي بحاجة ممكن تعيش هي تسد الكونت أمازون. ما عمرش في شي حاجه فيسبوك فيسبوك اكونت كيتسد كانت عرفت تحل فيسبوك اكونت صافي ادور كيتسد ادور والنيفو الصعيب كتدير هكا هكا كتعرف تجيب كونط اخر امازون ما عمرش في شي واحد سليك امازون كريم ولا زعما كومبانيز ديال كومبانيز ديال كريديت كارد كاتيجوري برودكتس كاتيجوري برودكتس شوف تكون تكون شتي واحد التشابه ديال 3% الكونط كيتسد عاوتاني. دابا كاين سؤال سالو عبد العالي الجزيري الاربيتراج واش هو لوبجيكتيف باش ما يقولك علاش سيمون جاوب على السؤال هذا بلا ما تضحك علاش جيت لان السلعه الاخ اللي طرح السؤال اجي تصعط فهمتي مع كاين الاخوان جاوي شحال واحد تليكم لان السلعه ملي تدروب شي بلا من علي اكسبريس من الشين ولا داك خونا اللي بعتي ليه في امازون ما دخلش راه من امازون كيتسنى السلعه توصلو بالزربه هذوك الناس تيبقاو كومبليني وامازون ما عندوش مع الكومبليني ملي ملي كيما كتكون حاط السلعه عند امازون كتقول لي خليهم كومبليني علاش لان السلعه عند امازون كيجي مثلا كيكومبليني هذاك تيقول راه وصلتني معطله راه انا مخلي السلعه عند امازون خلي مخلي السلعه عندك انت اللي كتحمل المسؤوليه انت وصلت حتى معطله ماجيش تحاسب معايا انا حاط السلعه عندك امازون ما يقدرش يحاسب صح فهمتي او تيمسح دوك لي ريفيو كاملين زعما يجي يقول لك السلعه ما وصلتنيش في الوقت ولا وصلتني مهرسه صح انا جبت كيش بدال ذلك مقاد وانت اللي وصلت عليه مهرسه هادشي كامل كيتحمل فيه المسؤوليه امازون فلوكا ديال كتبغي تحمل المسؤوليه السلعه وصلته مهرسه وصلته معطله وصلته الكونط غادي يتسد ولا تسد ديك الكونط ماشي في صالح. دابا ندوزو للسؤال اللي قال عبد العالي جزيري اربيتراج واش هو لوبجيكتيف اللي تختارو بي بي انت دبليو سي ولا حاجه اخرى عبد العالي في الاربيتراج ولا ادسنس ولا في هذا الدومين خصك تختار البي بي او اللي هو بوست بير انجيجمنت مي خص قبل ما تختار الاوبجيكتيف ديال الاد ديالك لازم يكون البوست ديال تاع الاعلان خصها تكون كليك ايبل يعني ماشي ايماج وحده يعني خصها تكون كليك ايبل بحال ويب سايت كليك بصح في الاوبجيكتيف تاع فيسبوك تخير بوست بير انجيجمنت هذا هو الجواب تاع السؤال ديالك. واحد شنو الفرق ما بين امازون اف بي اي وامازون اربيتراج؟ امازون يبيع وسط العاديه كاين عند امازون امكس العاديه كاين عند امازون يعني في الوير هاوس ديالو غادي يشري بنادم انت ما كتجاوب لا على تليفون ما كتجاوب لا على ايميل ما كتجاوب على والو المسؤوليه كامله على امازون تيشري تيشيبي لي سور بلاس كيشيبي لي سور بلاس توصل السلعه الاربيتريج يعني تنتسنى غادي يشري من عندي كنتسنى يشري من عندي عاد نشيبي لي السلعه من عند السبلاير وبين السر الاكثريه ديال السبلايرز كاين فين كاين في الشين يعني حساب الا كنتي طياره شحال 14 يوم هذا هو 2 ويكس يعني راك محظوظ 14 يوم 14 يوم راه بزاف بالنسبه للامريكاني شاري من امازون كيتسنى توصلو في 3 ايام 4 ايام. كاين واحد السؤال اللي راهو الاخ محمد يعاودو بزاف من الصباح هو مش مهم يسالنا يقول لنا هاو ماتش يو ميك بير مونث نت بروفيت باغي شي واحد فيكم يشرح له باللي ماشي مهم النت بروفيت هذا ماشي هو الموتيفاسيون. محمد تفضل معنا انا تنقول خاصو يضحك لا لا فريمون فريمون فهمتي ان صاحبك بحال واش كتحط لي حياتك وكتقول لي دابا انت حياتك كامله انا ديال الخصاليك في السيمانه ما يمكنش اصاحبي هو كيخدم عام كينوض مع السبعه الصباح
وتمشي خدمة حتى لخمسة العشية والطوبيس والزحام وكدا ماشي جوج كار ديك 3.0 كدا كان اللي كيشد ديال 60 درهم في الشهر كتصرف كاملة على المال بغي يوفر زعما بغي يوفر وخايكون معلم وتيتزقرم وماشي يعيش الحياة وكدا غادي يشد واحد الكار واحد جوج كار اش مباسيل الأخ حمزة عوني الار بي ام ادسنس طايح عندي بزاف فيسبوك شي حل خي حسام السؤال هذا بزاف يسألوني عليه واللي هو الار بي ام الار بي ام كاين عنده زوج حلول يا انت اخترت نيتش اللي ماشي مليح مشالكش ما فيش كومبيتيشن بزاف في الادفرتايزين تاع جوجل ولا الدومين نيم ديالك ديجا بلوكي في عند الادفرتايزر في جوجل خصك تبدل الدومين نيم وتختار شي نيتش مليح هذا هو الحل ديال الار بي ام اباسامك واليونيك كونتنت عندك الثالثيام شوز هو اليونيك كونتنت خصك يكون يونيك كونتنت هذا ما كان لا اخي دابا شي ني راه كتصوني هذاك الدرس هضر لينا على حد البوين وي باس اور وي نو فورورد اوكي ما فينا حد ما عنده انسايدر انفورميشن قبل الوايت بيبر When we can kill ads? When we can kill ads? يعني وقتاش نحرسوا الادز؟ الوقت اللي تبان لك كتخسر درتي حاولتي بريك داون حاولتي تيمبروفي فيها بجميع الطرق وباقا كتخسرك صافي ما شدي تخلى تزيد تخسر غادي تكيلي كتشوف يعني باقا جات بريك داوني كيما قلت لك المره في الضيف مع بلال تبريك داوني بالستيت تبريك داوني بلاش تبريك السيمانه الفايته كانت عندنا من ورا ما رجعنا ولا سميت وريحت واحد البرودوي راه معروف عرفتي هذاك اللي كيدسو به الثقل جوج كابلاتي وبيو مع كوتش هذاك السينون تي في برودكت السينون تي في برودكت هذاك شنو لقينا شكون اللي كيشريوه في الطايلون 30 عام الفوق وكيشريوه العيالات الاخرين كامل الفلوس كتضيع الفلوس كانت كتضيع عليهم دونك مشينا حيدناهم ولا توينين كامبين كون خليناهم كون بقينا كنخسروا نشوف ما تيمبروف وما ولكن كون ما لقينا ما نيمبروفو غادي نكيلو ديك الكامبين دابا عندنا سكند ماشي سكند كوستشن عاطف حيوني سؤال الاخ محمد ما هي افضل طريقه سكيل حاليا في فيسبوك ادز جاوب خلي علينا الميكرو مهم ودور الكاميرا طريقه سكيل في فيسبوك كاين بزاف احسن طريقه قال لك الحق لا فماش احسن طريقه فما طريقه خدامه وطريقه ما تخدمش فما هما برشا طرق عندك الدوبليكيت عندك دوبليكيت ريزنج بادجت لوك لايك اودينسز السكيلينج بر كامبين اوبجكتيف شنو احلى حاجه هيك تبني البكسل وتمشي غير البلاد والديموغرافيكس مثلا يو اس اي ومن 30 بلس جيو سكيلينج معناها تعمل تاخذ تسكيلي بار بي على كل دوله تعمل اد ولا تشوف فور انستنس اليونايتد ستيتس وتشوف الستيتس اللي خدامين وتعمل اد سيت فور انستنس فلوريدا كاليفورنيا نيويورك تكساس ان سيت سويت شنو واخر لوك لايك اودينسز دو اب من واحد من 1% شنو اللايك 1% 10% تصنعها من كل شيء تصنعها من ريفيو كونتنت اد تو كارت بيرتشيس ويب سايت كليكس فيديو انجيجمنت فيديو فيورز fan page likes and so on and so forth so القوة في انك تستي الزوبسيون اللي عندك الكل الاحتمالات اللي عندك الكل وما حاجات بيستخدم لك وحاجات ما هيش بيستخدم لك والقوة وين في الفيسبوك مثلا كده عندك دوز اكاونت معناها زوز اثنين دوز اكاونت زوج ديال الحسابات كنت خدامه في واحده وواحد ما خدامهش فيها هذاك علاش لازم تجرب كل شيء اولويز بي تيستينغ جرب كل شيء في كل اكاونت يكون عندك لا ميم بيرسون تكون عندك لي دو اكاونتس في نفس البيزنس مانجر تخدم في واحده وواحده ما تخدمش فيها هذاك علاش لازم لي زوبسيون اللي عندك الكل سميتهم دابا الكل جربهم كل وتشوف شنو اللي خدام وشنو اللي ما خدامش ومن بعد سهل من بعد you kill whatever is not working you keep what's working and keep going هاو واحد جوج اسئله زوينه اللي السلام اريد معرفه كيف تتخطون حقوق الملكيه في الفيديو
اللي عمل ادز فيو شكرا جد الجواب مزيان عاد نتبع كان اشنو كنت تشوف قضيه الفيديو 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 فما ما فيهاش برشا علم ماهيش روكت ساينس الفيديو في الاول باش تاخذ وتمشي اليوتيوب ولا تشوف الفيديوهات الاخرين وتقطع 10 سكوند من هنا 5 سكوند من هنا 4 سكوند من هنا وتعمل فيديو فوق الفيديو هذاك خدام جيبك البرودوي هو نورمالمون تجيب البرودوي قبل ما تبدا تبيعه من فوق البرودوي عندك كدير الفيديو ديالك يدير الفيديو متاعك لا ما يمكنش تمشي مغربي انا ولدي وما يمكنش تدير واحد السكيل اللي تخلي الفيديو اللي يجي يخص واحد 2 مليون 5 مليون فيوز لا اكزاكتومون قادر يعملوا لك ريبورت الادم تاعك توا فيسبوك دابا ولا كيبان اليوز ولا يبان الادمين ما عاد جوست يبان الباج والفيديو ولا يبانك بكلك من فيسبوك لا كاملك يعني تصاورك تصاورك بالاكونت البيرسونال علاش علاش من الاحسن انك دير بروفايل دوزيام ماشي ديالك الرئيسي اللي تخدم به انت وي 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 دير بروفايل دوزيام وي وي واش نمشيوش لك لي باج نمشيوش والا تعمل فيديو نتاعك كاي بزنس في العالم كاي بزنس في العالم تعمل فيديو نتاعك قالت لك مثلا كيجيب كاش ارقام خياليه قالت لك تدوز مثلا 10000 دولار 15000 دولار بير داي ارقام خياليه بالنسبه لك هذا هذا المشكل تلقى مثلا 10000 15000 دولار ما يمشيش انفيستي حتى 1000 دولار يمشي انفيستي هذه اللي حنجيو عليها دابا القضيه تاع الفيديوهات دابا الفيديو شحال يسقام عليك زعما فيديو عادي يعني باش ديروا هذيك كانت لو بوين اللي حبيت نحكي فيها الفيديو ما تستحقش فيديو تاع هوليوود تاخذ كلهم ما شاء الله في المغرب وتونس والجزائر والعالم العربي اول حاجه اول ناس تشري لي السمارت فونز صح عندكم كاميرات ما شاء الله كاميرات عندنا في السمارت فون تخرجني انا مزيان انا بوجهي تخرجني مزيان الفيديو إيمازين البرودوي تدخل في التليفون تصور تحطه في تريبود تصور ال سميوه البرودوي نتاعك وبسم الله طلعه في فيسبوك وابدأ به خص حق هوليوود مونتاج وخلاص مونتاج تمشي الفايبر تمشي الأبورك تجيبهم بان دولار يركبهم في بعضهم وسلام وكمل أنا كنشوف الفيديو كان سيطنيش أن السيدة ولا شي سيد فايبر وكيصور وكيد المونتاج احسن طريقة احسن طريقة احسن طريقة الادفانس و60 دولار 70 دولار كيقدم كلشي فيه مونتاج احسن طريقة الدراري سمعتوا ما عرفتش انا الثقافة في المغرب كي دايره من جهة الصورة نحن عندنا بنات باقي تيخافوا من الكاميرا بنادم ما تيبغيش يطلع اونلاين ولكن هنا في تايوان فهمتي تنكتبوا اعلان في واحد الجروب ديال خاصين 4 ديال المودلز جوج بنات جوج ولاد تيجوك عرفتي تيجوك شي فهمتي بنات ودراري فهمتي سكس باك ابس وكدا ومقادين وعام كامل وكي تريني البري اللي كيطلب فهمتي تقولي شحال حنا الاشاره ديال الصوره في ساعه المكانه الا طلعت لنا يقدر يكون في قسمين ترا شي مشاكل نبقاو نعاودو المشهد كدا اخر جلسه شحال كيطلب ما تصورش 1000 باك 30 دولار والله الا 30 دولار صور انت واحد باغي يقد معاك اشهار ب 30 دولار تقول له اوكي ماشي مشكل نعطيوك 60 سيمو سيمو لازم لاعب بزاف لا باش تخليه موتيفي هو وطلع 30 300 تعطيه 60 اخ حسام هذا السؤال ليك انت ما هي وسيله الدفع اللي تستعملها في استلام اموال جوجل ادسنس في الجزائر الوسيله الوحيده اللي في الجزائر هي البنك اكاونت خويا سامي ولا الويسترن يونين ومن الاحسن انه تستعمل بايونير كما يعرفوا كامل الأصدقاء في الجروب ولا في فيسبوك يعرفوا أنه تستعمل أدسنس مع بايونير الباك أكاونت تاع بايونير سواء جرماني ولا يوكي ولا يو اس اي أكاونت يعني تربط الحساب البنكي مع أدسنس هذا ما كان واحد السؤال زوين هل يمكنكم الوصول إلى ما وصلتم إليه له حاليا إذا بدأتم اليوم من الصفر وبرأس مال متواضع نقول لكم برأس مال صفر صفر أنا بديت برأس مال تحت الصفر مش بالصفر يا ريت بديت من الصفر بديت تحت الصفر في البرد وفتحت السفر في الفلوس جاوب والله اللي يبدأ دابا بالمغربية نجيبكم بالمغربية أخوي اللي يبدأ دابا وتكون أسهل منك بدينا احنا 10 سنين قبل دابا فيسبوك آدز في 2012 ما كانش كانك البيكسل ولا الريبورتك وكنا عمية في دار العمشة عرفت تحط الهاد ماني إن فرسيز ماني أوت سهلينا لتشوف لو وين تصرف لشكون يكليكي لو هالو دابا كاين الريبورتينج ودير آد المان 45-54 ودير هادي ودير هاديك التكنولوجيا تقدمت
لا ولا انفورماسيون ولا انفورماسيون ولات موجوده. شكون كان يعمل لنا لايف احنا 10 سنين؟ صح كنا نقراو في لي فوروم وورير فوروم وورير فوروم بلاك هات وورد دوت كوم وايرن جافا باك ان ذا دايز ولا وجو نقراو في لي ماجازين. مثلا نفترضوا انت اليوم عندك زيرو نحسيتي ايوا تبدا مع الصباح شنو تمشي تبدا؟ انا نبدا نطرح الاسئله بلاصه الدراري تمشي شنو نبدا؟ بصي ممكن تسال في دراما ممكن نبدا بالفري توك. اما عندي النولج اللي عندي تاع لا النولج اللي عندي فهمتي ولا المعارف اللي عندي ممكن نتصل بنادم تجي فيري لي 100 دولار لا تقول لك اجي نقول لك اجي جاوب بحال هكا وانا راه ما عنديش دخونه انا ما عنديش من التليفه لا ديتو مع ازر دابا انت عندك زيرو انت عندك زيرو زيرو انا عندي زيرو دابا حسنا اليوم بالليل انت عندك زيرو كيفاش تجي خويا؟ شوف كتمشي الأدمية والأدمية تلقى واحدة تبيع كيفاش تعمل الطاجين يرحم بوك تسأل فيا شنو باش نعمل؟ والله اش هادشي وانت تقولي أدمية انا راه واحد شد 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 داك الكور ديالي ديال السي بي ا ترجمو وي دابا ندخل عليك بلا ما كتب السي بي ا سي بي ا ستيب باي ستيب غادي تلقى غادي يطلع عليك على الاخوان تكتب تكتب سي بي ا في يو دي ما تكتب سي بي ا ستيب باي ستيب اشري الكورس اشنو غادي تلقى؟ غاتلقى الفيديوهات ديالي والايرنينغز ديالي والارباح ديالي شادهم معاود لهم الترجمه بلونجلي اخونا عرفتي شحال بايع راه لا يوم دخل باش ما نكونش كندوي شي نمبر غالطين ما عرفتش البيستي شاعل يوديمي يوديمي شوف المهم بايع واحد الكونتيتي خياليه هو انا داير الكور فور فري هو رابح مني دخل الفلوس دخل الفلوس الله يستر ليه بالمناسبه كان كونتاكتاني قال لي خويا سيمو اسمح لي وكذا وراه كذا وكنت كونتاكتيت قبل ما نجي راه نطلب منك الاذن ما جاوبتيش فهاد اللايف هذاك ولا الله يستر لك واي واحد بغى يستعمل اي حاجه فهمتي هاد اللايف هذا لو بغيتي تترجمو تمشي تبيعو فهمتي الله يستر. شوف فما ناس تمشي ميم للي كونفيرونس وتبيع النوتس نتاع الكونفيرونس في الاول كانوا يعملوها ليغال ومن بعد خذوا الكونترا باش تعمل فلوس على الانترنت سي تري فاسيل لازمك برودوي وناس مهتمة بالبرودوي وتبيع لا وتبني معاهم علاقة وتبيع شنو هو هو البرودوي اي بوك فيديو فيزيكال برودكت سي بي اللي هو حاجة. اي حاجة انسان مهتم بها تجي مع علاقة تقول يا خويا مقابل اكس ما اماونت سالينا دابا عرفتي كاين المشكل كاين المشكل في التقارب دابا بما ان احنا في المغرب الجزائر الدول العربية بنادم مخلوع على الفلوس ما كيبغيش مثلا يشري بوك لا عفاك الاخوان كاين شي طومبليت فابور عفاك كاين شي بوك فابور على الثقافه العاود راه ما كايناش برا داك الشيء كيفاش تقول لي انا نجيب دومين نيم فابور دومين تصور دابا انت شي دومين ب 1 دولار 1 دولار 1 دولار 1 دولار الدومين عفاك الاخوان شي دومين فابور عفاك دابا الثقافه هادي 1 دولار يخدم عليه 7 سوايع باش يجيب الدومين ببلاش حلو عاد المشكله دابا اللي كطرا هو ديما كترفليكت قدامك داكشي اللي فوسط منك بما انه هو ديما باغي الفابور 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 كيصحابو العالم كامل غادي بالفابور اش كيقول ما كاينش اللي كيشري حتى هما بحالي من الشيء الاخرى صافي حاصل روح تعرف اقوى عمليه على كيلو 1 دولار كاين شي دومين فابور في الجروب نتاع كي جي اف ام شوبا بوستد فروم ايفون واو عنده ايفون عنده ايفون اوكي دبر ايفون مينيموم 500 دولار مينيموم يعني نبيع مودك الايفون انايا ونجي نخدم 500 دولار لا عرفتي علاش كيتم باللباس ديالو كيتم بالسبادريه ديالو كيتم هذاك المدار الخارجي كيتم بالاول ايفون عرفتي كان كونتاكت ثاني واحد لي مايل معلم كان كونتاكت ثاني واحد خونا مشات لي السميه ديال التليفونات كيوتي قال لي اخويا سيمو الله يحفظك باغي تعطيني شي فلوس رانا الله البارح تسرق ليا كيوتي في جامع الفنا ايوا تيت انا ما عنديش كيوتي ديك الساعه 2011 انا ما عنديش انت ما عندكش انا ما عنديش انا ما عنديش داك التليفون انا كان عندي موتورولا ديك الساعه كان عندي اكثر من مليون ديال الدراهم في الكونت بونكر ديالي وعندي موتورولا ديال دابا عندك مليون وعندك موتورولا عندي اكثر من مليون ديال الدراهم اكثر من 100000 دولار وعندي موتورولا هو المافاك تيت ما عنده والو سرقني البارح سرقوا لي التليفون في جامع الفنا وجاي عندي تقول لي سلفني باش ماشي نمشي نخدم باش نمشي نشري عاوتاني التليفون شري التليفون نمشي قال لك راه تسرق لي البارح التليفون خويا ستاتيو سوسيال دابا ستاتيو سوسيال مظهر يعني الاجتماع دابا هذا يحوس يشري تليفون ماشي التليفون غالي التليفون داك غالي ماشي تيجي حاجه عادي ماشي التليفون عادي ماشي انا عندي موتورولا دابا عندنا سؤال مهم من عند الاخ كمال before you even started
testing, what was your product research strategy? Was it based off spine tools data or some platform insights tool, or was it just feeling and blind search? Don't tell us your niche. That's not what's being asked as question. It's about what analytics did you leverage to get to where you are today. نجاوبوا باللونجلي ولا بالعربي؟ عربي 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 باش يفهموا الاخوه كامل. ترجم السؤال. قبل ما تبدا التيستين تاعك ويعني واش كانت الاستراتيجيه تاع البرودكت ريسيرش اللي اتخذتها انت؟ Was it يعني هل كانت based on spine tools يعني على التجسس داتا ولا بعض البلاتفورم insights platform tool اللي تختارها انت؟ هو قال فيلينغ، عجبتني كلمة فيلينغ. الفيلينغ في البزنس ما فماش. هو في الدنيا وما عنديش، يعني ماشيين في البزنس. انت قلبك خليتي في لاطر تونس. نو مي بالحق ما لازمكش تكون ايموشنلي اتاش في البزنس، وما لازمش يكون عندك فيلينغ. وما في البزنس نتاعي انا نكره على خاطر شوف الفيلينغ داخلهم في البزنس دابا امبلواي تحب تطارد وما تقدرش، برودكت تحب تقصه وما تنجمش، تبي تخمم بقلبك. وهك تبدا عام تعرف الناس تقول لك العزوزه هازها الواد وتقول لها عم صابر. كيف تدخل الفيلينغ في البزنس هذاك شنو يصير لك؟ تبدا الدنيا واكله بعضها وانت فرحان ولا مقلبك؟ لا ماشي فرحان، لا بس كنت فرحان كتبقى صابر. اه هكا الصبر هذاك. شوف الفيلينغ هذا ما فهمهاش، ما باش نجاوب على السؤال كيفاش تختار، كيفاش اخترت البرودكت الاول نتاعي. البرودكت الاول نتاعي في انا كنت ساهل على خاطر كنا خدامين كلها في تي سبرينغ باك ان دايز. الباك جراوند تاعي سي بي ار دا شنو سي بي ار تي سي بي اي سي او سي بي اي سي بي اي نيتف كان، وبعد ولا سي بي اي فيسبوك، وبعد فيسبوك تي سبرينغ، وبعد فيسبوك اي كوميرس، وبيناتهم كان فما ديما اي باي دروب شيبينغ في اي باي. لين باي بلان جي عطاني العصاب. سو كيفاش لقيت البرودكت الاول؟ كان عندي كنت نبيع، كنت زاد افريت في كليك بانك، كنت في الدوغ نيتش من اول الدنيا قال الاخر. وكان عندي جروب كبير ديال البيت بول في الفيسبوك. سو جيتهم وقلت لهم بالحق، جيت سالتهم شنو تحبوا تشريوا؟ كريمو شنو تحبوا تشريوا؟ وبداوا يقولوا نحبوا هذه وهذه 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 وهذه، وكانوا برشا يحطوا الجولوريز او نكلس براس بيت بول، نكلس بكلب، نكلس شويه. انا زيتك اللي نكلس الكل، مشيت لاب وورك هكا صارت، مشيت لاب وورك خلصت 75 دولار. هذيك نتاع مراه في اب وورك ديزاينر عملت لي ديزاين، مشيت لالي بابا حطيته في الي بابا، عملت الكويست حطيته في الي بابا، قدر باغي الديزاين هذا نحب نعمل منه كولي. جا حكيت مع فلان وفلان، الحاجه اللي جاوا كولي بعثوا لك احنا نديروا لك هذا زينك، هذا سيلفر، هذا جولد، هذا ما عرفش شنو هو، كل شيء خير تاعو. حسيت فهمت مع واحد كان الكولي ب 1 دولار 10 سي جو متقوم با 1 دولار 10 شيب لليو اس. شوية عملت لك الكوليه، بعثوا لي السامبل للدار، والله خذيت التليفون عملت له هكا، حطيته فوق الصوفا اكحل، عملت له تشيك وحطيته في الجروب. هو باي ذيس ايزي. الناس بدات مي 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 مي، حطيته في شوبيفاي لا فيه لا والو، حتى لسه ما فماش. واو حطيته في شوبيفاي، النهار الاول عمل لي جوبونس 600 ولا 700 دولار. كلمت السبلاير، زدت الاير رينجز اللي يسميهم بالطوان حلقات والبراسلي، ولا باكج ولا ابسال ولا العاب ومسابقات وسكس فيجرز وديمايز. بارك الله. هذيك اول برودكت عملته في شوبيفاي ما شاء الله، قبل البرنت اون ديماند ما شاء الله. عندك سؤال ممكن نجاوب عليه بلال؟ خليك انت ساكت من الصباح وانت ساكت. انا هاك فيق ما تاكلش ما تاكلش. What's the future of e-commerce and dropshipping؟ بلال ولا اللي عنده رأي منكم؟ لا خلو بلال ولو. Future of dropshipping. أنت والله واحد. أمي فهمتي الفيوتشر هو الشيء غادي يكبر. غادي يكبر غادي يكبر. فهمتي الله البيجيت. You can't predict future يعني. لا وغادي الله البيجيت الموجة. وغادي بدات الموجة هذا، وفيسبوك كيحمي هذه الموجة تاع dropshipping ولا special e-commerce. Special e-commerce يحميها. لا. هو
هو الدروب شيبين خصو يكون فتره محدوده بلا ما يدير راس ما صافي حيد الدروب شيبين. الدروب شيبين كله مشاكل في السبلاير تعطل عليك بزاف مشاكل ديما عندك دي سبيس ديما لانه ما تكونتروليش بيزنس كامل ديالك. خويا سيمو ممكن تجمع العمل في الويب مع القرايه ديجا؟ سولت حسام بالنسبه مثلا انا احب الطب والويب ممكن تجمعهم؟ انا باك متخوفه لنصدق لهنا لنصدق لهنا للهي واش من دومين تنصحني به؟ الاخت لبنى انا لا سميش منتي راه ممكن تجمع بين العمل والويب؟ نقدروا نقولوا ممكن لان كاين امثله كنعرفهم كيديروا 5 كاس تاع كاف النهار وكيقراو. انا الاخ محمد كيقراو ويدير نقرا ونخدم مالي. واو كاين اللي كيدير كاين اللي كان معنا في سنغافور كاين الياس كاين الياس يس يعني وصل تقريبا ما شاء الله داير حتى 90,000 دولار في الشهر وكنت حطيتها في البروفيل يقرا جميع الاطباء كيقرا في لو اس جي يعني وعندو الوقت ديما 90,000 دولار في الشهر 90,000 دولار في الشهر ملي الا بغيتي راك بغيتي اه اللي ما علاش الطريق شو غتبقى عندك واحد ساعتين في النهار غادي تموت ساعتين ما بغيتيش راه تمشي تريح في القهوه صح غادي تمشي تريح في القهوه وفي الاخر تقول لنا ما كاينش الوقت صح وهي كلها ديسيبلين ديسيبلين كاين اللي ما عندوش راس المال وكيبدا غير بايباي كيسالي قرايه عنده ساعه في كل نهار كيجيك حتى جوج بروداكت شوف شي حاجه ديال فايبر بلا ما نقول سميتها وسميتها راك عارف فهمتي اللي بلا ديال فايبر وبدا ازيرو دابا راه كيدير 1000 دولار في الشهر فايبر الا بغيتي راك بغيتي الا بغيتي راك بغيتي دابا كاين كتقول ليه فايبر بالمناسبه كاين كتقول ليه فايبر شو بالك شنو جبتني زعما نولي هذه الكلمه جديده الله خرجت حوفر 2.0 يعني فهمتي جينا نسو جديد حوفر صار انا فهمتي انا ما عرفتش شنو كنت خدمتي انت يجي حنا كنت بارابولات انا كنت كنفورماتي تيسيات العباد الله انا كنت كنفرق البلايرز في السمقه دونك انا حوفر فيرجن 1 انت صاحبي كل حوفر 2.0 قال احسن من صاحبي عندنا سؤال مهم لا ممكن تجاوب عليه انت احسن انت ولا السيمو سلام دراري تبارك الله عليكم اخوتي الله يرحم الوالدين على هذا الشيء اللي كديروا كيفاش ممكن نسوق للايميل ليست ديالي في كريسماس بروموشنز لازم كريسماس تعمل البروموشنز واسهل طريقه احنا قلناها في الستورز والفانلز تاخذ برودوي وتنقص في السوم نتاعو ويكون هو الباير ماجنت في الايميل معناها عرفت تاخذ يكون عندك انت ساكسيز ديس برودوي في الستور نتاعك تاخذ واحد طيح له في السوم نتاعو ويمشي ويشريه والناس في كريسمس تشري بزاف باش كل شيء هذاك تنقص في واحد وهذاك هو اللي تبعته في الايميل وتخليهم الاخرين يشريوهم في الكارت ابسيلز باندلز اكسترا 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 وإيميلي دابا البريود هذه إيميل كل يوم صباح وليل إيميل ما نحمش أنا في الإيميل يا يشري يا يخرج من الليستة قاعد لي غادي مو لبس تاخذ لك دراهم مو لبس الضغط أجريسيف 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 يومين وكنحس براسي راسي سي بي أي مايندسيت سي بي أي مايندسيت يومين كنقول لك قاعد لي في الليستة مو لبس خلص عليا لا راه بزاف راه ستان كاستمر راه كيقول لك راه عيقتوا علينا بليزيما كذا وسمع كاستمر يقول لي يقول انا اللي كنقول لك بزاف الايميل كل يومين ومش جست ايميل الايميل وتعمل الريتارجتنج معاه في الفيسبوك اللي يحلوا الايميل اللي ما حلوش الايميل سيرتو الناس اللي تستعمل كلاوديو في شوبيفاي ينجموا يبيكساليزيو ويعملوا كستم اودينسز ويتبعوهم من امتى انت كتستعمل الايميل؟ من امتى؟ من وقت اللي كنت نعملوا سي بي اي ونعملوا لا سي بي اي سيرت عليك ولا الاي كوميرس كيف بديتوا بالايميل ولا بقيت من وقت سبرينغ من اللي هما حلوا تسبريك ولا خدموا الايميل انا ما كنتش نخدم كليك سي بي اي كذا كنت كنخدم بيان سور هذوك من الايميلات من الاول الايكوميرس في شوبيفاي من اول ما بديت في لا انا المشكله كنا خلينا بزاف فلوس فوق الطبله وهكا كتبرد الليست وحاكم والشدر هما اللي فيقوني فهمتي ديما سيمو خاصك المايلينغ سيمو خاصك المايلينغ اول ايميل داكشي اللي سبندينا مع خلصناه على قبل الليستا كتخلص المايل شي 8 شهريين بما وصلتي ديال الليستا فهمتي اول ايميل ردينا فلوسنا 6 المرات اسمعك صاحبي وشو شحال كنا مخليين ديال ودابا كل يومين وهذيك الليستا نتاعك ديجا
نساو شكون وانت شكون وشنو السلام عندوش عندوش ريليشن بينهم ونساوه وعاود باع ودخل صبر. كاين سؤال من عند الاخ ابراهيم, سؤال الاخ بلال لا الاخ حسن, خويا بلال ولا سيمو شنو بان لكم بيع منتوجات مغربيه وشي نصائح؟ الدراري في المغرب دايرين العجب, الدراري في المغرب خدامين دروب شيبينغ في المغرب, شي دروب شيبينغ عندهم ستوك في المغرب, كيخدامين اي كوميرس في المغرب, الارقام فهمتي كبيره, بنادم تيجي في 10 مليون في النهار, كاين اللي كيدوي 5 مليون في النهار, كاين اللي الله بدا البارح كيدوي في 20 درهم في النهار. شوف كاين فرق, واحد خونا كيتحرك وواحد خونا كيتسنى شي عجب يطيح من السما. صح, راه غادي تمشي دابا غادي تسيطابي السطور ديالك, غادي تشد اي برودوي اي برودوي اي تجلى راجل تلبو عباد الله, وماشي بداك الثمن اللي كتخيل. الا كنتي انت ما قادرش تشري 300 درهم باش تعكس الصوره ديالك على المغرب كامل, تقول المغرب كامل ما قادرش تشري 300 درهم. حاجه وحده اللي كاينه اجي نقولها هي كاين الروتور, كاين يعني هادي سان ديال اجي صيفط البرودوي لعباد الله لازم يكون كاين روتور مشاكل. ما غادي تحسبها, غادي تقول مثلا 30% وبزاف 30%, نقول 30% ديال لي برودوي الا كنتي كتكونفيرمي بالتليفون ما تكونش 30%, غادي نقول 30% ديال لي برودوي هما اللي ترجعوا لي بيان سور. التارغيتينغ ديالك غادي دير 25 عام الفوق, لان ملي تشتري عندك الدراري صغار راه معروفين الدراري صغار, غادي دير 25 عام الفوق وغادي تكونفيرمي. الا في التليفون جاب بلي هذاك خونا مبراش ما غاديش تصيفط, انت راه من التليفون باين كلشي خونا كيدوي راه باين واحد بعقلو. المهم انك طاردو 30% تمشي تاجوتي في البرودوي الثمن ديالو 30%, في الاخر راه غادي تخدم. شوف المغرب, المغرب تونس الجزائر, الجزائر شنو داير الخوت ديال الايكوميرس كيبيعوا الدروب شيبينغ في الان؟ لا لا ماشي الدروب شيبينغ, كتكون عندهم السلعه كيبيعوا كاش اون ديليفري في الجزائر. كاين سميت او امه ديال الدراري, لان الماركت في المغرب باش مزيان دابا واخا شي اخوان ما تيحملونا فهمت راه دابا تطلع عارف عارف فهمتي كتنوض لهم دابا المحل دابا ما عادش باسيو هذا الشيء. دابا المغرب شنو اللي زوين فيه هو ان واحد عنده, انا فهمتي انا مقاس في الطيران ما يمكنش نجي نزحمك في المغرب, خاصني يكون عندي شركه في المغرب وعندي الدراري في المغرب وستوك في المغرب وكلشي في المغرب. واحد ميريكان ما يمكنش يجي يزحمك في المغرب, صح, لان خاص تكون عنده السلعه في المغرب ويكون كيشيك في المغرب وكيتخوف بامانه الناس ما كتجبدش الكريديت كارد, صح, وبالتالي السوق ديالك صاحبي تبرع فيه. عندنا الاخ ما عرفش اسمه كيفاش داير, هذا سؤال مليون, هذا سؤال المليون, اتمنى الاجابه اخي. اذا كان عندك راس مال 2000 دولار بماذا تنصحني, هل بشوبيفاي ام امازون؟ اذا كان عندك عنده راس مال 2000 دولار تنصحني بشوبيفاي ولا امازون؟ انا انا امازون, نقول انا امازون فهمتي, نقول راسي انا راه مثلا امازون مزيان فيه, مزيان فيه باش نقدر ندرب فهمتي, انا نجاوبو مزيان. امازون غادي يسولو على عاود يسولو بسؤال, واش انت راضي ب 100 حتى 200 100 200 حتى 400 دولار في الشهر؟ لك قليله دونك هذا هو امازون, هذا هو او بيان سور 2000 ما تجيش يبدا بها 2000 مستحيل, خاصك تشري بها السلعه وخاصك تشري لي ريفيوز, وماشي بقاش دابا تمشي تشري الريفيوز من البلايص المعروفه ولا يعسوهم ولا 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 شحال تمسح ليه ديال الريفيوز, شحال ديال الريفيوز ضعت فيهم, يعني خاصك يمشي عند ناس تكونتاكتيهم بريفي, صح, ديال هاك خذ البرودوي ديالي 40 دولار وكتب لي ريفيو مزيان واحد الثمن تمايا عاد باش يوصل البرودوي ديالو. ماشي باش لي هادشي بان شوبيفاي تبدا ب 2000 دولار, شوبيفاي 2000 تقدر شويه ولكن ريسك لانه يصرهم يقدر يبدا بهم ادسس 2000 دولار. شوبيفاي تنجم تشوف, هو شوبيفاي كتجي تحسبها معناها شوبيفاي في الاول فري 3 اسبوع الاولانيين والدومين كاين تاع 6 شهور كامل, لا ولكن راه دونتو لي كرا ماهيش تقدر تسير حتى تيشارج ولا كارت كريدي. مي نو مي شوبيفاي عندهم الواحد عندهم البري هولد تاع البيمنت, الفلوس تدخل لين تخلصهم الفلوس كون داخل اذا دخلت كي هولديو لك هذاك المبلغ من البروفيت اللي وكي تخلصهم يسيبوا يطلبوا لك هذاك الشيء كامل, ولكن تقعد المساله نتاع 2000 دولار شحال من برودوي لازم تيست باش يلقى الوينر, هذه مشكله فيكو لازم في الحقيقه لازم 2000 دولار ويمكن 200 ساعه باش يتعلم يسباي مليح ويعرف الماركت ريسيرش والبرودكت ريسيرش باش يميتريزي فيسبوك اد باش نو امور فيسبوك معليش قولوا راه ميتريزي فيسبوك اد, قولوا راه ميتريزي فيسبوك اد غير تيست. المشكله لازم يلقى الوينر, باش يلقى الوينر لازم الوقت باش يتعلم كيفاش يعمل برودكت ريسيرش ونيتش ريسيرش وماركت ريسيرش اكسترا باش يمينيميز يعني
مينيمايز ال ال شنو مينيمايز صغر الشانس تاع اللي هو فجوه الشانس تاع الخساره جاي القبرو يصغر فجوه الشانس تاع الخساره جاي القبرو بيصير فوالا ديك واه سي سا يو كان لازمو بالحق لازمو معناها سوايع باش يتعلم وبعد 2000 دولار هذوكم ينفستيهم في الفيسبوك اد هذا الفيسبوك اد ما ينجمش يتعلموا من فيديو ما ينجمش يتعلموا من اي بوك ما ينجمو يتعلموا من حتى حاجه لازم يتعلم لي باز ما لازمو يتستي لازمو يتستي لانه فيسبوك متقلب اليوم اليوم راهو تعرف الفيسبوك ادز يجيني كيما لي زار مارسيو يعلموك الجاب ويعلموك الكروس والهوك والكيك والسايد كيك انا فيسبوك يجيني بعد كي لوحوك في كومبا اختار شنو باش تلعب اختار شنو باش تخرج فيسبوك هو خاص ميشو بحال نقول لك فيسبوك بحال كتعلم العومه فهمتي ما يمكنش تعلم العومه من كتاب ولا من فيديو تخرج شي زي ولا شي حاجه ولا بغيت تخصك تلاح في الماتش شويه تما يا تخسر شويه عاوتاني وجيت تمشي باش تبدا صغيره وجيت تلبس دوك لي بوي هكا وجيت تمشي تلاح ب 5 دولار فهمتي وتبقى من بعد يحيدوا لك وحده بلي دوز 10 دولار واش تستمر مع فيسبوك راه ولا بحال كيما بيبال بيبال ما عندوش قانون هو كاتب لك القوانين بصح ما عندوش قانون فيسبوك ثاني راه كاتب لك قوانين بصح ما عندوش قانون بحال اش تفسير بحال بار اكزومبل راك درتي ايماج عاديه بحال كنت انا داير واحد ما نقدرش نشرح طريقه تاع الاعلان تاعي اللي درتو كنت وريته الحاكم ورجل ديال الفيسبوك لايف ادز هذيك الطريقه راه خرج لي دابا عليها ميساج قال لي الميساج هذاك ما تزيدش تستعمل وريتها لك تاع لايكس هذه خرج لي عليها ميساج قال لي هذه الطريقه ما تزيدش تستعملها جربها انا ونقول لك باسكو راك تطلع بزاف السي تي ار لا شو اي حاجه تطلع سي تي ار اي حاجه المهم في فكرك قلنا نحطوا البلاي في البلاي البلاي هذا البلاي دوكا في لي باج طيح الريتش لا شفت هذاك الكادر حيدو اي حاجه بغيت تطلع غير سي تي ار حيدها لا يعني انا واش بغيت نقصد انه فيسبوك اليوم راه عنده قانون غدوه راه قانون وي خوتي يدير الابديت سكين سكين حنا كنا خدامين من الاخر فهمتي الحياه وكيبيعوا في السوتيانات ديال العيالات باش نجيو من الاخر فهمتي كنا خدامين على السوتيانات ديال العيالات في الطاير تتباعوا للعيالات ادفيرتايزينغ تتباع للعيالات لا انا فهمتي انتوما جوج عندكم الحياه انا الحياه في السوق فهمتي تيبيعوا فهمتي باش نساليو هذا الموضوع ديال الحلال الحرام هي حاجه من اللباس كتباع لا سكين قلنا له واحد البرودوي اخر سكين اكسبوزر عرفتي البرودوي اللي جا لك الكرش جا اللي تيخبع الكرش قلنا له هو هذا مالو في السكين قال لك نجيوك من الاخر هذا فيه موديل كتاتيري هذا ما فيه هذا جايبين اشخاص قلت له هذا القانون ما كاينش عندكم قال لك لا حنا كاتبين غير دونت شو فهمتي واحد انت هذا قانون خرجوه من غير قانون ما تبينش واحد الكونتيتي كبيره ديال السكين صح قلت له دابا شوف جينا من الاخر كيفاش حنا غادي نقدروا من الاخر كيفاش غادي نقدروا نبيعوا السوتيانات عندكم في فيسبوك ويقول لك شوف من الاخر هتحيد ديك المودلز you have to be brand هادي تجيب سيدة عاجية ودي تجيب كده ودي عرفتي علاش والله تكون براند معروف على فيكتوريا سيكر فيكتوريا سيكر ولا شي حاجه هذا البراند معروف كيكون عنده الابيليتي انه يدير لا براند هذاك براند ديال الباج اصلا مع الانجينير ديال كيما ديتين يقبلوا غير البري ابروفد ادفرتايزر بري ابروفد ادفرتايزر كاين سؤال بلا ممكن نجاوب عليه الاخ كان سال قال لك كيفاش حتى تلقى برودكت ريسيرش يعني كيفاش حتى تلقى برودكت كاين حاجه اللي تلعب فيها بنت عادي شنو هذا شيء جاوبوا الناس هنايا والله لا شيء فلوس التليفون صح اجي 8 مليون دولار اجي 8 شريت شافوا الفلوس صح لا تركز نهارك تتعلم انت يا اخوي تعرف انت عادل الدراري رانا عيني وخاوي تمشي مع الناس باتمان شقا برودكت واش تبلوكي دوك لي كاتيجوري ديال الادز في ادسنس واش قال لك حسام الصاوي واش تبلوكي لي كاتيجوري ديال انا كاتيجوري ديال غامبلين و مقامره هذا كامل البوكر بلوكي انا لا انا على حسب اخي واحد الكونتنت تستعملوا نصرف به على لا فامي هذاك صنع بلوكي ماكم تلافر فهمتي مبروكي بعد لي كاتيجوري لا مبروكي بعد لي كاتيجوري ماشي كاملين بروكي ديتشينغ بروكي فوز بروكي بلوكي السحر الاسود السحر الاسود يطيحوا لك ثاني السيتي ار هذوك الصاد سيرتو هذا ديال السحر الاسود وديال الجود والريليجن وهذا كامل بلوكي هنايا كامل
عرفتش الدراري شنو السؤال. السؤال شوف شي سؤال من تما. اش بان لكم في تي سبرينغ مو تي سبرينغ؟ تي سبرينغ علاش تي سبرينغ؟ انتهت مو مش انتهت تي سبرينغ مازالت خدامه، مي كاينين لي زوتك بلاتفورم خدامين خير منها بزاف بزاف. اكزامبل فايرال ستايل، جير بابل. جير بابل بزاف شو اسمها هي الاخرى؟ جير لانش. جير بابل تبان لي احسن بزاف. جير بابل من السوم ارخص، و باغ اكزومبل في جير بابل تنجم تطلع في الاي او في نتاعك، تنجم تبيع بزاف حاجات اخرى، ماكس وما نعرفش شنو، تنجم تبيع البرنت اون ديماند في شوبيفاي، مي لازمك يكون بون شوبيفاي المرشد اكاونت نتاعك. يكون قد ساعه، المهم قد ساعه لا 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 قد ساعه. انا اخويا ما سنيتش على هذا الشيء. انا اخويا هذا التراري اي لوغ دو ماتان وي. والله انا كنت جالس في جو التراري وما عرفتش اش الثاني كنت يدير انت الحساب. والله انا كنت في اللايف تيست تاعتي انت غادي تزيد معايا انت غادي عاود تشوف. انا كاين لا جيت ديك الدار يا ريح حتى تمشي معنا ان شاء الله. عطيني لحظه عندي تليفون انا لازم نعمل وما في بالي ساعه. لحظه سامحوني انا راجل انت شوف باللي غير تخرج من سكت الباب باش ما تسمعش شي هضره. يا اخي باش نبيع باش نبيع. لا باش ما تسمعش الهضره جا غادي تدخل معنا في اللايف وصافي. هاد السيد مسكين انا جاي لازم تسولوني نسولو علاش حنا كندخلو. قلنا له ماشي مهم الفلوس. قال لك واي ار يو ستيل ميكين موني؟ عرفتي داك السبب الكومونتير شي 100 مره دابا واي ار يو ستيل ميكين موني؟ علاش مازال كديروا الفلوس؟ ملي الفلوس زعما ماشي مهمه زعما كارقام كيفاش قبيله كنسول شحال كديروا في الشهر؟ كدير فلوس ماشي مهم. هو قال لك واي ار يو ستيل موني يعني هو بحال يفهمها بطريقه مربوطه باش نشرحوا له البوينت مزيان. والله ما فهمتش زعما علاش باقيين كتردوا علاش باقيين كديروا فلوس؟ علاش مازال كتخدموا كدير فلوس الا كانت مازال مثلا ماشي مهمه؟ لا علاش انا قلت ماشي مهمه؟ انا قلت اخاي ماشي مهمه. لا الفلوس مهمه العاون. علاش باش النهار هذا كامل باش قايم باش كنتي في الفريق باش كنتي مخلص الغدا باش كنتي مخلص الفطور باش كنتي باش كانت الطوموبيله غاديه باش خلصتي الماساج باش خلصتي العشاء باش خلصتي غدا باش خلصتي سميتو باش الموت باش مخلص هذه البوله ديال الضو باش مخلص هذا التليفون اللي شاعر باش مخلص هذا الانترنت باش مخلص هذا باش مشري هذا باش كلشي فلوس. علاش فلوس كلشي مهم؟ لا فلوس يا ما جابوش يا كلشي ما الا عرفتي تستعملها راه هي 91% ديال كلشي ممكن تستعمل خايب ممكن تستعمل سميتو ما عرفش غير الدربان كلش فهمت. دابا هو زعما ديك الطريقة زعما ماشي مهمة علاش مازال كديرها وصافي. لا مهمة صاحبي مهمة باش تشد الطيارة انت اليوم مخلص الطيارة على روتور باش تشد الطيارة باش فلوس العاود فلوس فهمتي. سير خبي لا سير راه معايني شوية فهمتي. ما هو تبغى نشأ أسئلة جلني هرم؟ أدسنس كيفاش نبدل لاباج سمية جل أو يدك سمية جل كيفاش قاعد جل حسام هذا؟ عمل أدس على الفيسبوك منتجات على متجر شوبيفاي ومتى تقتل أدس؟ جاوبنا متى تقتل أدس؟ جاوبنا متى تقتل أدس؟ ديجا جاوبنا. جاوبنا ديجا امتى توقف شي ادسيت؟ بالنسبه لي انا كنعطيه وليت نعطيه 3 ايام ماكسيموم كنشوف ما بقاش ما جابش السيرس هذيك ما جابش السيرس مثلا نفترضوا جابش 3 السيرس على حسب مثلا الا جاب اليوم 2 السيرس 3 السيرس نقدر نزيد له شويه في بادجيت وندير له شي كندير له ديبليكيت مثلا جوج مرات 3 وهذيك الكوبيز كنعطيهم ديفرنت بادجيت مثلا نعطي لك 10 20 30 وكنتلقاهم في مدينه واحد اليومين الا شفت ما جابش كنعرف ديك الانتريست صافي راه ما جابش ديك الانتريست عاود جابت جوج في السير في جوج في السير عاوتاني كنبقى غادي كنلعب مع كل واحده بنفس الطريقه بقات لعب مع كل واحده بنفس الطريقه كاين حتى البريك داون كاين البريك داون غادي ملي تولي عندك داتا شويه مزيانه كدير البريك داون البريك داون كنديرها ماشي على الاكسيس على الكومباين كامله على انايا نفس البرودوي كنشوف نفس العقليه كديرها الاخوان كما شفتوا الدراري كانوا مهولين على الوحده ديال الليل ويهربوا
وانا يدير فراسي راه جيني قلت الشوج مي 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 هانيه راه هما دابا غادي يتسالوا تليفوناتهم واش قالوا لهم وجهوا لك بزاف الناس ناش بزاف اسئله عندهم نفس تقريبا نفس المشكل سؤال منهم مثلا هنا عبد السلام قال لك لا اخي قول لينا نشدوا شي طريق نتعلم شي حاجه شفت بزاف اسئله دازوا في بحال هكا يعني نفس المشكل منين نبدا نتالف شنو ندير ما مثلا انت حاكم انت اللي كتضحك والله تتجاوب ولا تجي وجهك ولا بغيتي تجي بلي تبان هادشي كيفاش كيقول لك شنو كيفاش منين غنبدا منين غيبدا سؤال صالح جا عندك واحد قال لك خويا حكيم منين غنبدا واحد ما كيسوا فهمتي اللي فاق فاق متفق معاك مين كل واحد السيتياسيون ديالو ريح ريح علاش قلت انت تتجاوب جا عندك شي صاف اليوم قال لك منين غنبدا منين غنبدا خليدي من خليدي قال لك بلال از ذا نيو بروسلي لا بلا المكينة ما خدمة مطرين ولكن من بعد ديك النهار الثاني دوك ديك السيمانه الثانيه السيمانه الثالثه السيمانه الرابعه غادي يبدا لاشي داكشي علاش مهم الانسان اللي يبدا والله حسنا انه فهمتي بلي شي حاجه اللي بانت له زعما فهمتي شايني فواحد الوقيته فهمتي بدا فشي حاجه اللي كتعجبو قريبه للاهتمامات ديالو فهمتي يشوف الاهتمامات ديالو يحطهم فهمتي على الطابل ويحاول يلقى لهم مثلا دابا بغينا نبينو شي حاجه شايني دابا مثلا لا بغينا نبينو السيت بقى شايني هذا هو المشكل بغيتي تشوفو النمبرز ديال اوردر ديال الناس الاخرين اللي خدام مثلا يجي يشوف واحد هو كيدير 10 كا في النهار راه كيمشي كيتموتيفا ولكن كانت الموتيفاسيون ديالو هو داك الرقم كان دابا دابا دور كبير بزاف مابقاش كيتبارطاجيو الارقام عرفتيهم المصريين اللي كانوا معنا المصريين اللي كانوا في حفلات وورد ايزي عرفتيهم المصريين بلا ما يسميو هاك شي ورينا الشهر الاخراني ديال 200 الف دولار في السي بي ا فيها 80 الف دولار ربح هادي تكفي انك تبارطاجيها وتولي تشعل الدنيا والصفر باقي كاين حتى غادي يدي واحد الربشه كلشي عاوتاني تخف الصفر عاوتاني يجي نجيب واحد خونا غادي يبارطاجي 1500 دولار 10000 دولار في شوبي با عاوتاني تجرب عاوتاني 99% واقفين في مشي تمشي وتجري تيبان لهم مثلا شي قنيه دايزه كيتبغى كيتبان لهم مثلا شي قنيه دايزه وكيتبعوها واحد شوف هاد الفيديو فهاد البارطاجي ديال شي سباع ولا شي حاجه بقى تابع حاجه وحده تابع حاجه وحده تجد فريمون انا كتبان لي هي اللي خدامه راه السبه فيه الفلوس جي نجي امازون فيه الفلوس ها مريح معايا ما كيخدم حتى حاجه في هادشي ما كيخدمش سميتو خدام ادسنس فيه الفلوس لا قول لي على برا خدام الفيرا فيه الفلوس ثم داك الكونطاجي المغربي راه فيه الفلوس زعما شفت انت شنو كتبغي وحاول تعلموا شي حاجه على كل شيء وكل شيء هي راه هي تعرف شنو المشكله في الانترنت اللي ساهل باش تبدل دابا انت ايماجيني عندك دبلوم ما نعرفش يعني دبلوم انجينير ميكانيك ما بالكش فيها الخدمة تمشي تسير دير دبلوم إلكتريسيان ما بالكش فيها الخدمة دير دبلوم الطبيب هذيك صعيبة بتحل واحد شاورما لا صعيبة هذيك صعيبة ما يمكنش لأن باش تسد ما حال وتحل ما حال ودبلوم وتجي تقرا سبع سنين صعيبة المشكلة في الإنترنت هي أنه دابا شوف دابا تجي كون كيقد في السطر تاع شوف بي فاي جي عمل لاندينغ بيج في السي بي يطلع لي السمو لايف مثلا امازون غادي يقول صفر هادشي ما منوش دابا غادي نمشي نقلب على امازون غادي يطلع لي عاوتاني وانا اخرج السي بي من اللي غادي يقول لا صفر غادي نقلب هادي هي المشكله بيان سور الانترنت هادشي اللي تستعمل لصالح كنا الايرنينغز اللي كنديرو كنديروهم بالزربه بارابور للاندستريز الاخرين وفي نفس الوقت ديك اللي ياخذ الدومين اللي ياخذ الدومين يكونسونتري فيه ويعمل فلوس يخدم يعمل فلوس باش يطيح وباش يقوم بشكل كف وباش عاود يطيح وباش عاود يقوم باش عاود يضرب الاعصاب والدم والستريس والعرق والمشاكل ما هي سهله نقول لكم من توا سيمبل بات از نوت ايزي هي سامبل ما هيش سهله باش تطيحوا باش تقوموا باش تاكلوا الكف وباش تاكلوا الاعصاب باش تاكلوا اللي تحبوا انتوما
راه تالي ديال الفلوس. كاين بنادم يبدا اليوم يعمل فلوس اليوم راه كلنا بخير جالسين شايفين هاديين ضاحكين لاعبين كلشي تيديرها. The hard part is to stay consistent every day. Exactly. لا والمشكلة هي دابا الايرنينغز كي كيطرا دابا هو تيجي تيتسنى شي ربح دابا هو في النقطة صفر راه تيتسنى تيدير غدا اللي بغى يكون هنا بعد غدا هنا بعد غدا هنا بعد غدا هنا بعد غدا هنا وهي راه ما دايرهاش بحال هكا ملي جيت بدا تنزل القاعة معجبتك غتمشي تخضر في القاعة واحدة ما عرفتش واحد المدة إكس عاد تبدا ترجع للزيرو عاد تبدا تطلع ولا كطاري مستعد تنزل داك القاع مع كيبدا مع كيبدا كيسبان تي 5 دولار الاولى ديالو ديال السيرو بدا كيمشي في القاع تقول لا 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 اخي علاش دخلني لهذا الشيء كيكونطاري راه عام وانا في القاع يا عام عام وانا في القاع يلا كنمشي نزواج عندي مصاريف خصني نخلص الكراب ما كنصورش 50 درهم في النهار ولكن الصعب غير اجي نقول لك عمرك دخلتي للانترنت وكتبتي وانا ما عنديش حتى كارو كتقولوا لي هذا غير عاد كتبها بنتي اول ما كنت نعمل في سي بي كنت نخدم في الشيشه في مريا اسمع هو تعاود بالتعاود هاد السطوري لا لانه ملي كتقول ليه خرج خدم في اي حاجه بارابولات دير حنا درنا هادشي تيقول لك لا انا باغي شي حاجه سهله فاكيون انا ديجا سهله باش نقول شي حاجه انا ما درتهاش عاود دابا بنادم مسك راسك انا عاود اليوم دابا بنادم من يشوفني دابا والريبريزنتيف شوبيفاي في تايلاند وفي هادي وفي هاديك والويز ليسن تو مو بلا 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 قبال هذا الكل كنت في مونريال ايتيديون اللي سالنا بكري ايتيديون تخدم ولا كنت ايتيديون وكنت خدام في الشيشه كنت شيشه بوي اخويا هذاك اللي في المغرب اللي توه تبداو حقرين عليه انا جهنم جهنم الحمراء هي مو جهنم بارك وكنت خويا نروح نبدا هكا نفهم في اللاندينغ بيج وفوليوم وتراك تو حاله حليله وافهم واعمل ودير كنت نخدم ولا كنت نخلص 70 80 في النهار جبونس اوطون 60 منهم ماشيين للسي بي اي وفيسبوك ادز والنيتف وهز وحط ودير وهاو اليوم عملنا بريك ايفن ناري ندير بريك ايفن حاك نبدا نعطي بفلف حم الكليان هاد هاو اخويا الفاخر هاو اخويا الفاخر كان عندك ايفون والله ما نكسبه والله لا نكسب ولا تليفون 100 درهم اللي كتاخذ في ايلو 200 درهم 200 درهم اللي كان عندي كان عندي هكا اش اسمه موتورولا حاجه كان يشعل بالضوء تاع اورانجي عقلت السيمو اللي زويني من صغير كان وليت فيه 10 كابير داي التليفون بلال كان عنده واحد الله واحد التليفون اندرويد محشر وتيوريني النوت 10000 دولار في النهار تقول لها انت التليفون 100 درهم التليفون تاع 100 درهم والماذا فكر ما يسمع تشاريا فراس ماله ناقص لأن فهمتي هارب الفلان بالفلوس وفلان تيتسالو وهذا تيتسالو وهذا تيتسالو وهارب يوم كامل بالفلوس وعنده ايفون انا واحد وقف عليا في كازا قال لي خايبين شفت ايفون 6S ولا شي حاجه هكا مازال كيبان زويون كيقول لي 700 دولار باش نبدا نشوف فيديو هذا الايفون كيهضر معايا سلفني الصد بيع داك الايفون بيع داك الايفون اصاحبي ليش عندك ايفون هو راه مزيان الايفون راه شوف اول حاجه مثلا ملي قالك تبدا ازيرو نبيع انا كلشي اصلا نبيع كلشي فهمتي عندي مثلا ساكن في ديك الدار اللي ساكن فيها دابا غادي نبيع الفراش ديالها نبيع كلشي غادي نمشي نسكن في واحد الدار اللي يجعلها تكون ب 200 درهم في الشهر شي بيت وما نحتاجش نسكن في مراكش غادي نخوي شي مدينه اللي اصلا فيها الشرا رخيص علاش خاصك اصلا تشوف داك الواي دابا هو داك خونا ما باغيش يدير هذيك اللعيبه زعما هذيك لا كاستيون ديالو راه زعما انت باغي توصل معاه لشي سوليسيون هو غير طال غادي يقول لك حيت الا كان فريمون باغي ما يجيش ما يسولكش باغي يسولكش لان الا كان غير قاد لكن انت باغي شي حاجه علاش عندك شي علاش اجي تعرف كيفاش صافي ما جيتش تحتاج تسول حتى واحد واحد كومونتير سير اما واحد السيد قال لك هو بركه من الهضره وعطيهم لنا شي افاده هذا الهضره اللي كانت تتقال اخويا عليك لا يعني بصراحه شو الصوت خلاه يقدر شوف هاو نو مو هاو شوف اللي فادي يحبوها اخويا تبدا اد سيت ب 30 دولار وهذيك هي اللي فادي راه عند العرب المايند سيت عندهم مش فادي مي عيان يا خويا خذ راحتك زين شي فادي اللي بعده جيب له شيشه وي 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 ما
عرفتش شمال التليفون ديالك نقص فيه الطول ماشي ديالي ماشي ديال هذاك سكرول داون من هنا فوق ويعطيك انا ما عنديش مع الاندرويد صافي صافي نايس نايس لا والله ما الاندرويد ماشي لا لا ما نتعلمش في ثلاث درجات ولكن كذلك عطيني الفائدة بالصد دابا كنت كانوا فريمون المسلمين المسلمين غتمشيو بعيد غادي يجي يبغيك تمشي كومونتير خايب غادي يقول لا قال رسول الله يقول خيرا او اسمه ترجع فحال غادي تكمل هكدا تا سميتو فهمتي ديك اللعبه ديال تشوف شي كونتري ديال الفضيحه ما يدش تنشرو شوف كدا ما السطر الاسلام داز من طريق وغادي داز من طريق وتعرف القوه وين القوه راه وليت هذا هو ما نقص فيه فدا تقاصيد جالس يفرش بالجزيره شنو صاير فيه حومه فلان انا عرفت شنو ساترام ما عرفتش شحال من عام ما تفرجتش على قلت لك شحال دونا كان ديك الدار فاش ساكن كاين سيدي سنين لا الفيلا الاخرانيه ديك فاش ساكن دابا حدا راه قل بعد قبل من العام كملت الكونطرا ديال العام هي ديك فاش كان جا عندنا مول الطابير جديدو معاه وجددناه معاه يعني تكون شي عام واش 8 شهور بحال هكا اقسم بالله العلي العظيم ما عمرتش على التلفاز ما عمرتش على تقى حاكم ما عمرك بلا الكريز شحال عندنا في الدار عندنا جوج تلافز ما عمرتش علاش قزما بلا ما عمرك بلا البريز من نهار كريم شفتي الكاسيون ديالي انا قلت لك شحال من عام وتفرجتي التلفاز وانا عارف ما تفرجتش انا عندي 11 12 ناس لا يعني لا من تما غادي نمشي نركب التلفاز ركب ليها البريز انا كنقول لك التلفاز ما ركبش ليها البريز حنا ملي كرينا الدار كرينا بجوج تلافز كرينا يعني انا داري كنتخيلها في المستقبل ما تكونش فيها التلفاز ولكن فيها التلفاز غادي نهز اللوحه بحال الدار في كازا يجينا ماشي هنا التلفاز مزيان يشوف عليك انا تقريبا شي 5 ييرز ما تفرجتش زعما شنو ستيف جوبز شي 4 5 ييرز ما تفرجتش شنو ستيف جوبز ما تفرجتش الا كانت شي نيوز كبيره غادي توصل لك لكن شي حاجه افكتي غادي كيجي تقول لك ديك الشيوز غتافكتي لا نقول لك حاجه واحده باش تقدر تكون شاعل التلفازه بحال اخر مره كنعرضني الشجر ولا سميتو عاد تفكرت هذه اللقطه هادي كنعرضني الشجر للدار عندهم في الصخيرات ملي كان معمولين دارهم تما ملي مشيت عنده كانت مشعوله دوزين معيش نقول لهم تفاو انا ما كنتفرجش ما يمكنش انا يا ضيف هذيك كان شاعل التلفازه ولكن زعما انا شاعل التلفازه لا مستحيل لا التلفازة نقول لك التلفازة انا كنحترم الناس اللي داروا التلفازة وكنحترم كاع داكشي اللي كيدوز التلفازة داكشي زوين لان فهمتي هذيك واحد الميديا خاص تكونترولي بها لاماس ولاماس راك عارفهم شكون هما خاصك تعطيهم شي حاجة خاص تجي لي شي حاجة تلعب بها ماتش الكرة لان انا ما نجيش يجي لك المشاكل خاص تجي لي ماتش الكرة ماتش الكرة يتلعب شوية ماتش ديال الكرة يتلعب شوية تجي لي الحبيبة امي تجي لي اخطر المجرمين شي برامج بحال هكا باش يدوز النهار السيد كان سول قبيلة ويوستي مايكل موني قال لك لا مش هكذا قال لك دابا انتم عندكم بيج نمبرز في الفيلم ديالكم قال لك علاش ما ديرش باسيف انكم ما تمشي تعيش الحياة شكون قال لك ماناش عايشين الحياة داني في تايلاند وين حابب العيش انا تمارس لا ستطنش هذا ما طلش على ستوري اليوم ما يمكنش رشد ما تعيش الحياة يوميا زعما مشيت ما تبقاش خدام وراه شوف كان هذاك حلمه هو فازيفا انا انسان كيما نقوم هكا نشوف الادس ونتعارك على الفيسبوك جربتها وراه قلتها هذيك المره ربي تبعت الفور اور حسيتو فور اور ورك ويك تبعت لا تنحترم باي ذا وي داك الصاط فهمتي عاد فور اور سميتو فور اور ورك ويك جامتين فيرس تبعت هذاك الصاد ديك اللعبه ديال صافي الفلوس داخله هكذا سميتو ما وصلت لواحد النمبر وبقيت جالس فيه داك النمبر عاجي عيشك مزيان في تايلاند وفي بالي وجيت تسافر وكذا ما العاود داك الجولز الكبار بحال قتلتيهم ما
لا لا انا باقي اخي باقي نخدم باقي باغي نوض مع السبعة الصباح باقي باغي نجي باقي باغي نجي شنو غادي دير انت بقيتي شحال عام انت قلت شوف كتهبط في عقليتك في ما كتطورش كتبغي ترجع للنور تولي حوفاج لا تولي والله انت تولي في المايند سيت ديال الحوفر على فكره انا خلي ما تقدمش توخر كما جا ما بيش برشا انا واخا توقفت حسيت براسي رجعت وقفت غير شهور هكا شو صاحبي كنت تفكر راسي صاحبي كنت في عمر 22 كان واحد الحماس وكان بحال دابا فريمون بحال دابا صاحبي كنت تسافر 22 عام مسافر لامريكا وفرحان اول سفره في حياتي براسي المغرب امريكا وغادي نتلاقى بريندون بيرشارد نتلاقى فهمت مع الطب فرانك كير كدا وعرفتي صغير وفني كيش دنجنا ما عرفتش اخي شنو طرا ما عرفتش اشنو المحرك فهمتي رجعت في فرنسا تبدلو كدا ولا شكون هما ولا ضغط بزاف ديال اللوزر صات ديك اللعبه ديال تنحس براسي انا بطل انا واعر ربع سنين ضاعت ديك اللعبه ديال راه عندي فلوس علاش كتقرا راسك شي بريندون بيرشارد ولا فرانك بس كنقرا راسي مع فلان صاحبي انا راني واعر فلان صاحبي لا انا راني واعر فلان صاحبي راني واعر فلان لا انا راني واعر كنت مضيع الوقت تتقرا راسك بسميتو بلونتو ما كاينش شي واحد ما بقيتش كتشوف شي واحد الفوق ضاعت صط ربع سنين ديالي شوف صور قلت لك صور دابا قلت لك ضاعت ليا 400000 دولار ديالي ضاعت ليا 4 مليون دولار ديالي تقول لي صط تقدر ترد ضاعت ربع سنين ديالي مشات السك المام علم الوقت ما كيتشراش كلشي كون ضاعت فلوس تمشي تجيبها ضاعت كذا تمشي تجيبها الوقت ربع سنين معلم ربع سنين فور اور ولا فور يوز 2012 13 14 15 شي سؤال بلي شي سؤال تما دايلي روتين كيفاش واحد ينظم راسو ذات ستراجل تبعوا سيمو في الانستغرام عطيكم الديلي روتين كامله كل يوم لا لا انا خايف انا في تايلاند ما عنديش دايلي روتين اخويا انا معك كونز ده لا انت راه مفرق لا لا ما كتكون في كتكون في الخدمه الديلي روتين قوم الصباح بعد ما نقوم السباح نقعد الفرش نخدمو ولا نو نقوم السباح ندوش وبعد نخدم يكون عندي هو النهار يبدا من البارح ما يبداش كي نقوم هذا يكون ديجا كليست تو دو ليست كان تقوم السباح ندوش تبدا كي تو دو ليست تاعك 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 ما حلاك الفيلينغ نتاع على الورقه يا الورقه الورقه هذيك لا صح تو دو ليست تقدرش الناس يكونوا معانا ما يعرفش تو دو ليست هي تعمل ليست تشد ورقه وستيلو تكتب شنو الحاجات اللي غدا خاصهم يداروا يقوم بركان خاصهم يداروا بدأت الدنيا محروقة هكا ونار شاع خاصهم يداروا بلاش ناعسين إلا ما يداروا هذوك الحاجة so it's all about discipline شاعد رأي نبدأ تعب والله نبدأ تعب رأسي بدي أعمل هكا وهذا كان لازمو يكمل لازمو يكمل هذا ساعات أنا نبخو نتلاهى في النهار ولا نخرج ولا تجي قاضية ولا حاجة ونروح مخك واحد تو دي زادي تو دي زادي كيما حسن ستات العشية نتلاقو طفلت بيك تلي حسام ممكن تعطيني انت السبع علاش فاقي ما سيريت شخدي هو قدام في تدوليس عاود طفلت بيك حسام ممكن تعطيني انت التمنية حسام ما عرف اجيك لك اسميش حسام ممكن تعطيني انت التمنية قال لي علاش قلت والله لا باقي ما سيريت شخدي وانا عاود طفلت بيك تلي حسام ممكن تعطيني انت التمنية سيريت الخدمة عادي مشيت السطر خاصهم لي التيزة ليش يلتزموش فهمتي تيقول لك اصحابي كنتسنى وين الماتش صافا ما راه الماتش جيت الماتش كيتعاود كلشي كيتعاود الخدمة ما جيتش تسنى ورا اتس نوت اباوت موتيفيشن نيك درت تو دو ليست راه از نوت موتيفيشن ماشي موتيفيشن نو ولكن لازم هذا ولكن صدا واش شنو هي فراسك جوج ديال الحوايج اللي ما كنحبش في الديلي روتين ديالي تو دو ليست والميديتيشن مع الصباح وكان واش كنقول راسي يوميا ما انا كنوض من العاس الميديتيشن ديال الاولى تقول لي ابلاش نعاود دير يلا تهكر النهار مزيان اش وليت كنقول لك اسمع الصاحبي من الاخر غادي تجي لهنا غادي تمديت واحد 20 مينوت وغادي نمشي اي حدا اخر انا اش نسمع لك لا اش نسو التليفون نطلو لا ما هادش هذاك غنوزر هذاك راسك يدوي مع شوف صحا كي مديتي 20 دقيقه تو دو ليست عرفتي قبل ما ننعس باش نكتبها راك الكره الشد اخلا صاحبي حتى الصباح واش نكتبها لا اجي تكتبها وغادي تنعس اخلا صاحبي شوف غنكتبو نصا لا اجي تكتبها وغادي تنعس اجي تكتب دابا وغادي توافق على هادشي اللي ديرو غدا وغادي تنعس هادو جوج حوايج كنكرههم يوميا وكنديرهم يوميا
ماشي موتيفيشن واش كاين شي واحد موتيفي يوميا يبقى يعاود يكتب هابيت صافي صحه لان الا ما درتهاش غتبقى علاش غادي نوض غادي تموت ثاني ما غادي عليك داك النهار ضاع غادي ضاع وما تجيش دير عاوتاني لان وليتي ما تجيش ديرها وكتهرب من راسك غادي يضيع النهار اللي بعد منه ولا ضاع نهار كيضيع كما كيضيع نهار كتضيع سيمانه كيضيع شهر كيضيع عام تضيع ربع سنين راك كتبول ديال الهابيت لانك تضيع هذوك لي جوغ عاوتاني بلا روتين ديالك انت تي سيد بلا ديلي روتين عاد عاد انت عاد ديلي روتين كتشوفني هو كيشوف انا وسيم انا هما كيشوفوا شحال 3000 واحد مكونيكتي دابا كنا في الصباح انا تدريس كنديرها في الصباح ما عندي ما لا المهم خصها تكون صافي كنديرها في الصباح كنشوف البارح شنو درت وكنحاول نديرها في الصباح واحد النقطة مهمة التودوليس كنت أنا براسي حاكرة وهي بزاف الوقت كاع كنت نديرها تي تودوليس هي ملي كتكون مثلا جاو عندك شي صحاب وكتخرجوا تخرجوا دوزوا النهار مع بعضياتكم وما عارفينش فين غاتمشيو غادي غير ضايعين ما كديروش بزاف ولكن إلا قبل ما تخرجوا من الدار تقول له شوف غنمشيو لهاد البلاصة نديرو اللعيبة ونمشيو للسينما ونمشيو للمساج وغنمشيو ندير هادي ونمشيو ندير هادي وكنت كديرو كنمشيو كنصدق كندير بزاف الحوايج في نهار واحد ما كنتيش ندير ديك التودوليس ديالك كتمشي تلقى راسك يلاه درتو حاجه وحده بقيتو كدورو في شي بلاصه وحده وكترجعو المهم تدو ليست مهمه بزاف اللي تخدم بها كنخرج نفطر كنمشي نجيب قهوه وكنرجع لهنا في الطبله هذه وكنجلس كنخدم مزيان الطبله جات اليوم درنا لهم فيها والله تقريبا كل ثلاثه السوايع كنخرج ناكلو من باش باغي نزيد في الوزن مزيانه كنخسر الساعه العشيه كنمشيو للجيم يوميا جيم كنترينيو صافي كنرجعو كنطلو شويه للخدمه هكا صافي كنطلع الفوق نقدر نقرا شي حاجه ولا شي حاجه صافي كيسالي تقريبا 90 كنمشيو ديال نص ساعه انت العود عطله انا عطله عندنا هنايا في عطله انا راه 7 الصباح كنوض يومي انت عندك داك الفياق بكري لا لا مليح بزاف الفياق سيمو ماشي انا جربت في الجزائر انا جربت سكيري خاي شوف صور ان دابا مابقاش كيجيني نعس من ورا 7 تنكون ناعس بعد الصباح هذيك تسمى الريفيل بيولوجي شوف يعني كنعس مع 4 الصباح 7 بعض المرات تنقول خاصني نعس لان ما نعس حتى 4 الصباح خاصني بالتغدا خاصني نوض مع 10 تضربني الفيقه مع 7 كنشوف التليفون تنقول 7 راه صعيب وعاد ترجع عاوتاني نزيد شي سوايع ولا شي حاجه ولكن راه 99% ديال الايام 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ما كاينش شي حاجه 8 البيرو والبيرو ملي كنريح فيه سرت حتى ل 5 د العشيه ما كنوش الغدا خصو يجيبوه ليا في البيرو الغدا مريح في البيرو خصو يجي والخمسة د العشية راه كي تيشوفوني في الانستغرام راني خارج كنجلد ليه وسميتو والسبعة راه صافي واش كيبدا الفرانس والفاميلي تايم والليل راك تترجع شي كتاب تقرا تيجيك شوية الناس والناس ما عدا اليوم راه مختلف اليوم اصلا تشيت داي ديالي علاش كانت الماكلة سايبة خروج الطوران ومن هنا فهمتي الله يسمح لي يعني في موسيقى الناس كاملين جريتهم معاه سيتي سول على الليله مرز الحل ديال 10000 ديال 1000 دولار ديال المغرب هو كيشري من اليكسبريس والاكسبريس ما كيقبلوش باي بال اخي شري الدولار في بايونير ياك ياك باش يصيفط على اليكسبريس شري الدولار بايونير وقع في السلاكار بايونير يلحى 20 دولار في بايونير وخلص ياك ياك صافي وافق الشيء كونفيرم شحال بقى الدراري مازال كنحس براسي كان الله شوي كيما العارف تاع يا اخوان راه والله دابا شحال دابا الوحده و25 لا الوحده و25 تايلاند وفهمتي انا فايق عاوتاني اليوم مع 7 الصباح يعني 7 الصباح باقي شاد حتى دابا راه بزاف وماشي كان نهار شاخ خويا سيمو واش قريتي كتب فادي مزيلاند وقانون ترانس قانون التوازن لا خويا والله ما قريت هاد السبيه هادي ما عرفتهاش مي فادي مزيلاند لا والله ما عمري قريت هاد السميه هادي اخويا شو اخويا واحد القضيه صبر بلوكي سميتو ترا كتب بالعربي ترانسفورميشن
ترانسفورمينغ 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 شاي بحال هكا فهمتي ماشي شو انا نجيك واحد القضيه اللو اوف اتراكشن لان قلت دابا مؤخرا قلت مع كاع الناس ديال اللو اوف اتراكشن الاولانيين جو ديالي وديك الطبقه كامل قال لك حنا هاك فريمون جو قال لك حنا فداك السيد ديال اللو اوف اتراكشن ابخي تنادم معنا الحق لان كانت ناقصه واحد لابارت ياسر تيك اكشن وماشي تيك اكشن ماسيف اكشن كان خاصنا نقول هذا ويقول لي واحد الصاط من قصه اخر سميتو مايك قال لي ماشي ماسيف اكشن تيك ماسيف اند انتليجنت اكشن قال لي اه بالضبط هذه هي اللي كانت ناقصه ما كاينش عارف سميتها السيكريت دابا المشكله هي هذا خاص كلشي يمشي شي نعاس ويمشي يدير ساندويتش اه انا باغي طوموبيله واش تنوض تخدم عليها تقول لك ورا نتوما قلتوا لنا ما طلعش عليك نسمى طوموبيله نتوما قلتوا لنا راه كتبقى كتخايل الحاجه وكتجي صح وفريمون هذاك السيد انا ما كنتش شايف هذا العيب لان كنت تنامن خصك تخدم باش توصل يعني ديجا انت كتنوي شي حاجه زوينه باغي جوج ديال لي زابارتمون كتخرص على جوج ديال لي زابارتمون كتخايل كدا كتخايل كدا كتخايل كدا كتخايل الطوموبيله كتخايل في نفس الوقت كتمشي تخدم ولكن واحد الناس اخرين هادشي اللي قالوا هما ما كانوش ناو يقادو السيد بحال هكا ما فكروش في داك الجانب اللي انت ما فكرتش فيه باللي راه الناس ما جات تفرجوا في داك الفيلم ديال السيكريت غادي يمشي يجي ناس وغادي يقول باغي تزاد ليا الصالير باغي تزاد لك الصالير خاصك تنوض تيك اكشن عليها فريمون انا من الناس اللي غادي نقول لك دابا حاليا تقول لي هاد السيكريت غنقول لك ياس ات وورك ولكن الا ما خدمتيش حتى حاجه ما خدام الجمله هذه الجمله شفتها حتى عند غاريفي حتى هو قال واحد من الجمهور الزيت هو يقول لها شنو نظرك في السيكريت قال لها حطيت واحد الفيش ما توصل ليها ولكن راه ماشي توصل ليها انا غادي تخدم غادي تخدم ما كاينش حاجه من غير الخدمه دابا الدراري كلشي ما عارفش ديال الويب ولكن صراحه كاين عندنا واحد النسبه ليا انايا جيت صنعنا ديك الثقافه ديال ايز ايز دابا ملي هذاك اللي جيت حتى هو حتى انا راه باغي نجي للويب علاش راه ساهل ماشي سهل كان سهل راه شحال عندنا في المغرب 30 مليون في تونس 12 وفي الجزائر 40 تقريبا 40 هذوما 100 مليون راه خدامين في الوهاب الكل اه كلها خدامه في الوهاب بيزنس نوت ايزي ورك يدو دوك الدراري شويه الاسئله ومشوا الناس زعما صافي باينه فيا باينه في بلا اصلا صافي خوتي شي استراتيجي نقدر نقنع بها الكليان شنو المنتوج ديالي عن طريق المايلين خويا المايلين بعدا كيكونوا الناس مسبسكريبين دايرين سبسكريبشن عندي اخونا دوى على الفان دوى على الفان انا ما بغيتش والله الا حلقي ضرر دوى صاحبي هذه دوي ولا الفان يعني كيف تدوي الجد انا نقول واحد الجمله وندوز ديك الكلمه مزيانه كاع انا قول الجمله خويا واحد شنو قال دابا هو قال لك دابا لاش انا شي سيده قلت لها السلام عليكم تزوجي بيا هي اللي باغي تبيع باغي تبيع على راسك تزوجي بيا هذه الهضره ديالنا الباتل في ايفينمون الاخراني قال لك كليك ما عاد انا كانت غبيه ديك السيده ولا كاين شي سيمو لا 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 ما تعرفش السيمو ما تعرفكش ما كتعرفكش جيت عندي قلت السلام عليكم تزوجي بيا حيت جيت 99.9999 تقول لا هي هذه الكاستمر اللي مشيتي عندها قلت لي شري منها تقول لك لا ولكن الا الا مشيت عندها وقلت لها السلام عليكم صافا بخير اش كديري انا اش كندير خرجتها تقوينا هكدا مشيت بها هنا مشيت بها هنا مشيت بها هنا وتعرفت عليا اكثر وتعرفت عليها اكثر شنو اوكي وتعرفت عليا اكثر وتعرفت عليها اكثر عاد قلت لها تزوجي بيا هي تقول ياس يعني هي جيت هي هذه الكاستمر ماشي جيت جيت تبيع له من النهار الاول جيت تبني مع واحد العلاقه غتعطي واحد الفري انفورميشن غتعرف شكون انت يا تزيد تخلق مع واحد العلاقه عاد تقول ليه شد وانا اكثر ديال الناس تقول ليه شري هذا شكون انت انا غير نقطع لك الكابل اصلا الترافيك ورمز التورمنت هذا شري هذا الفانل هو جيد واحسن منه تفضل على الفانل يا تفضل على الفانل سمعنا اخويا بشي حاجه سميتها الفانل قول لينا شنو دابا الفانل في كاينين بزاف ديال الفانلات الفانل هو بحال القمع كازيمو استنقمع كاينين الناس اللي فور اكزامبل الفانل في الاي كوميرس يبدا تجيب الترافيك اللاندينغ بيج واللاندينغ بيج تكون بحال ادفيرتوريو ولا بلوك بوست وتكون شات فيها ارتيكل وتوصف فيه في هذا وفي هذا وفي هذا وفي هذا وفي هذا بلا 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 البنفيتس
وبعد كان في call to action والcall to action كي تكليك عليها تهزك ال checkout page. checkout page is one page checkout يكون فيها order quantities, يكون فيها shipping details, the payment details, ويكون فيها واحد اللعيبة نسميه احنا order bump. سنموت عليك order bump و order bump في العادة نبيعه ال ف انت لازم تعملها في الـ في الـ في السي او دي. الاوردر بامب هو نسميه احنا سبيدي فولفيلمنت, برايورتي فولفيلمنت, مش برايورتي ديليفري, برايورتي فولفيلمنت. سو البرايورتي فولفيلمنت هو بيسكلي تخرج الاوردرز بتاعك في الاكسل شيت, الناس اللي خلصوا البرايورتي فولفيلمنت تهزهم تحطهم لفوق في الاكسل شيت, تقدر تبيع في الهواء وتشارجي سان كادر فانديزناف سيس كادر فانديزناف. عم ناول وقيلة دخلنا بريسك 7 فيجرز جست من برايورتي فولفيلمنت. بيع في الهواء يعني فروم نوتن, بيع في الناس تعمل في كوبيكو ليه نمره 14 15 20 طلع من نمره 2 3 سدو. وبعد يجي الزاب سيلز, الزاب سيلز 1 كليك اب سيل نمبر 1. سو الفانل يبدا لاندنج بيج تشيك اوت بيج اب سيل 1 اب سيل 2 داون سيل 1 داون سيل 2. باش نستافدوا من النقطه هذه كتحط لهم فري شيبينغ وكتحط كنحط فري شيبينغ, كنحط الاوردر بامب, وكنحط الاوردر البريك داون كواليتي. معناه يشري واحد زوج ثلاثه اربعه خمسه. لا لا لا, دو على القضيه ديال الشيبينغ كتحط ليه فري شيبينغ ونحط برايورتي فولفيلمنت. برايورتي فولفيلمنت اذا بغى وتدي له 96 95 96 94 انا ولي واحد السيرفيس ما واحد السيرفيس ما كاينش وكتزيد تشارج عليه ب 7 دولار درتيها في جيبك فور. اها والناس اللي ما عندهاش تقول ما عندهاش الاي او بي نتاعك. انا اتصور انت معناها انا وياك نبيعوا نفس البرودوي, ياك انت تبيع في ب 20 دولار وانا نبيع في ب 20 دولار. شوف انا عندي السيس كادر فان ديزناف زايد عليك 27 انا 27 وانت 20 في الفيسبوك ادز ما تنجمش تغلبني في الاوكشن غادر عندي فلوس اكثر منك نجم نربح. بعد السؤال هذا كيتطرح فتطرح في اللايف الفاش ومش في التلخر قال لك علاش واحد يبيع معايا نفس البرودوي انا وياه في الفيسبوك وهو كيبقى مستمر وانا كنلقى عندي خساره وكنخرج على خاطر هو يعرف لي شيفر ديالي وانت كاجي مو متعرفش لي شيفر ديالي. فما حاجه اسمها ال تي في اللي هي اللايف تايم فاليو. لازمك تعرف ال تي في نتاعك في داي 0 داي 7 داي 14 داي 30 داي 60 داي 90 داي 120 وانت ماشي. معناها انا وياك نجم الزوج نكونوا ماشيين في فيسبوك وزوج نبيعوا نفس البرودوي وكل شيء نفسه 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 والزوج نخسروا فلوس في النهار الاول ومعطيكم نفس البيج مثلا نفس كل شيء والزوج نخسروا بنفس الفلوس. الزوج على كل سيل خسرانين 1 دولار. شوف كنت ما عندكش باك اند وانا عندي الباك اند, انا نخسر في 5 دولار على السيد اللي اشترى مني في جور ايكوال 0 داي 0 ولكن داي 7 السيد هذاك كان يجيب منه 20 دولار. يقول نجم نستنى واحد السمانه ونبني هيك العلاقه وهوي ميل هذا وهوي البوست بيرتشيس وكل قضايا ولكن داي 7 شفت لاغزون. لا ومن داي 0 راس تي لي قضيه ديال اللي 7 دولار هو تيبيع ب 20 انت كتبيع بزاف الناس كيمشيو 27 ريتارجيتينغ مايلينغ. الريتارجيتينغ والمايلينغ تعمل بوست بيرتشيس سيكونس. البوست بيرتشيس سيكونس فيها فور اكزامبل يور اوردر هاز بين شيبت يور اوردر هاز بين بيك لايك بتعطيه معناه شنو مال سيرتو اللي تعمل دروب شيبينغ سوبر امبورتنت باش تعمل البوست بيرتشيس. البوست بيرتشيس كي تعمل دروب شيبينغ هي فور اكزامبل داي 0 ما هو داي 0 هو جهه الايميل بتاع شوبيفاي ولا فالوز ولا ورايفر ثانك يو فور يور اوردرز اورايت. هذيك باي ذا واي لازم تموديفيوها على اتش تي ام ال في شوبيفاي وتحطوا له your order will be you will be receiving your order in about like 15 20 days whatever time بتاعكم شنو. ومن بعد تجي بعد 2 days تقولوا hey congratulations your order is now being picked and packed whatever it's in our fulfillment house our staff is putting it in the box. من بعد 5 ايام تقولوا your order is got just shipped. ومن بعد لازمك تتايميهم بحيث انك تبعث التراكنج نمبر بتاعك يكون معناه يكونوا الايميلات ورا بعضهم عرفت السلسلين. والقوة وين اللي لازمك تقعد خالق الاكسايتمنت. هذا البنادم كي باش يشري فار اكزامبل منك هذه شنو هي باري باور بانك اوكي يشري منك الباور بانك هذه يكون اكسايتد الباور بانك هذيك ولازمك الاكسايتمنت هذاك تخليه من بعد ما يشري. هذا انفاق لق وزاد صافي وسالينا وما عادش عيني فيه يجيك باش يعاود يبعثه لك ويقول لك ريفاند. فكو باش تخلي الاكسايتمنت هذاك سيب البوست بيرتشيس
وان بلوس هذا كينقص لك من الكاستمر سبورت نتاعك وين الاوردر نتاعي وموصل شو ما زال شو ما دار شو ما درناش وا 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 وتعمل هذاك وتعمل الريتارجتنج الريتارجتنج في الفيسبوك بالبوست بيرتشيس تخدم بافتر شيب نخدم بافتر شيب وفما واحد اخر زاد ما انا راح قال لي لا افتر شيب راك يفرع الكاستمر كيف قصرت لي الايميل صرت له اللهم صرت له ولا صرت له اللهم احزاك ورزت اللهم الكاستمر نديرو لي حتى ورزيز يبقى عارف راسي علاش وصلت هنا وصلت هنا وصلت هنا وصلت هنا توصلت ولا يجي صرت له فما حاجه اخرى فما حاجه اخرى بنادم كي ما يعملهاش الناس كل تعمل لك الكوستم اودينس بتاع البيرتشيس ويا دوب شو يعملوا بها يعملوا بالك لايك اودينس يا بريزنتيو بها برودوي اخر للناس اللي شريت منهم وهي الكوستمر بتاعك هذوكم اللي شراوا هذا شوف فايت تمشي تدير بيكسل ايفنت بيرتشيس كونتنت اي دي وتحط الاي دي بتاع البرودوي هذا اللي شراوه فور اكزامبل ويكون عندك كوستم اودينس جوست بتاع بنادم اللي شرا من عندك البرودوي هذا وتكمل معاه اوكي تخلق معاه لك سايتمنت تقول له ثانك يو فور يور بيرتشيس بلا 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 تعمل لك ال 37 دايز وبعد تعمل 714 دايز وتقعد معاه في الاكسايتمنت شو كي هو يجي البرودوي يكون فرحان ويكون بنفس الدوبامين اللي في مخه هذاك منين تشري فما الدوبامين الدوبامين تخرج في ثلاثه حالات كي تشري كي تاخذ الكوكايين وكي تربح في القمار لا ممكن فيش ديكابري لا تشري تاخذ كوكايين وكي تربح في القمار فكي هذيك الدوبامين تخرج فكي انت تقعد تلعب له على الدوبامين هذيك البرودوي الشيميك اللي يخرج في مخك زيت شو منحس غادي تخرج من مخك وتقعد تلعب بها على الريتارجتنج بالكستم اودينسز سو سيزا والبوست بيرتشيس ايميل فكي الكستمر ما وصلت له هذه ما جاوه هو خمسه سته ايميلات ما شافك مرتين ثلاثه اخرين في الفيسبوك تقول لي راهو راو البرودوي جاي هاو البرودوي كشي دير هاو بلا 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 اكسترا and that's it عن السؤال اخر any other question دري رايا ما صحبي no I don't need to care عن ايش اسئلة اخرى لا والله لا مزيانة عاد طرح سؤال لا طرح هذاك سؤال موجه ما كامل شاركنا أما أنت تتكلم لا تشاركنا طرقك شاركنا أما الفلسفة لا داعي أتمنى الرد وعدم التهرب هذوما نسميهم ذا كيبورد وارير مستر مصري مع تحياتي للمصار والكل السبيرما هوش مصري هذا المسار واللي قابلناهم في مصر عز الناس يا اخويا الفلسفه ولا احنا المشكله كنت كدوا على الطريقه تو انا كنت هذا في البوست سيكونس اخر مره استنى اخر مره حكيت ولا بلوتو اول مره حكيت على البوست بيرتشيس سيكونس اللي نعملوها في الماستر مايند اللي عملناها مع اي ستاك ترين اللي انا لابس الكاسكيت بتاعهم بنادم خلص 2000 دولار باش يجي يسمعني يحكي تو انا نعطي فيك بلاش ريت على شو انا ما عملتش ريت على شو انا ما عملتش لايف بالعربي في البروفايل بتاعي لا سي وجعني بالمناسبه اول لايف اول لايف بالعربي اول لايف بالعربي مع محمد علي ليش دفع 2000 دولار بقول لك ثانك يو سيدي عربي نصلا درات قال نعطيه وتسمع وشكرا لا شو لا بالعكس راه والله راح شوف لو كي يجي راه وش هو بدير بلوك لا لا هذه هي الرياكسون فهمتي ديك اللعبه ديال انا عارف كلوزر ومفقود فيك الامال والواحد اللي ممكن يشونجي راسه هو نتايا وغود لاك فور يو الله يسخر ليك وما عندي ما ندير لي لا شوف دابا شحال دايرين هاد اللايف هذا في نهار واخا انا فهاد السنين هذا ما راح حتى شي تشانج طرا لا كاين صافي تبارك الله شو صاحبي شحال ديال الدراري الصغار هذيك النهار ولا كلشي يخدم في الانترنت صافي هادو حنا شوف اللي جيوني مساجات 14-15 من مروكو من تونس ومن الجزائر الناس تضرب فيها 14-15 في النهار تبارك الله والله هذيك النهار قاسين كندوي قاسين كندوي وبنادم قالوا فلسفه واه الحمد لله خرج لهم توزي سخون توزي سخون لا شوف شي ديك النهار ملي كنا مريحين كنت مريح معنا ملي كانوا دوك الدراري طنجاوي طنجاوي قال لي واش داك الدري اللي قلتي كيدير 10000 دولار في النهار عنده 15 عام واش عايش في طنجة قلت
يوم لا راه ولد كازا داك 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 قال لي ما عارفين واحد راه ها هو وراوني 15 عام كيدير ما بين 1000 دولار حتى 4000 دولار فهمتي ولكن لا فيريج هو واحد قالوا لي واحد ونص ديال الدولار واحد 1500 دولار بور دي 15 عام ثم الدري كيدير قال لي حتى اخويا السيم راه كيكتب شي كومونتيرات قال لي ما كيعمرش عند لار كيعمر عند برا قال لي كيكتب شي كومونتير بلونغلي قال لي تقرا الكومونتير تصدم النيفو ديال لونغلي ديالو احسن مني ومن تبارك الله قال لي وديما الكتابه ديال لونغلي كيقرا ثلاث شهور صاحبي علاش كنا كنديروا الله حنا ما جيناش شي قدوه يطلعوا لنا شي واحد احسن منا ملي كنا كندوي ورينا ميساج ديال واحد مكونتاكتي من المغرب عنده 14 عام شحال كيدير دير في اللي بعثوا لي هذاك 7-8 هذاك 7000-8000 دولار في النهار فهمتي حنا ما كنديرش داك في النهار قول لي في النهار 7000 دولار في النهار في النهار مش في الشهر في النهار ما نسيد يهز المحفظه ويمشي للهاي سكول ويجلس يقريوه في بيتاغور وهو يضرب 600 دولار في النهار اهدر معاه هادشي اللي بغينا هو تي طراو هما الدراري بزاف وملي كتكون غادي السلام خويا السيمو شكرا لك داع عاوتاني يوميا ميساج ديال الناس سكرين شوت ديال الناس اصلا واش استفدنا من هاد اللايف بلال باش عرفتو باش عرفني لايف انت باش عرفتك لايف شكرا باش عرفني السيمو لايف باش عرفت هذا لايف باش عرفتك انت سيمو لايف ولي لايف فهمتي هادشي اللي زعما وراح الجينيراسيون طالعه راه كما قلت فداك اللايف اللي فات جنون جنون هما الدراري غادي يكثروا وشوف واحد القضيه ديما تنوصل لها يا راه ما يمكنش تشونجي كلشي راه احسن واحد داز في البشريه هو الراسو واش دخلنا كامل الاسلام قلبها لي كلشي اللي ما يمكنش صح يمكنش العاود انت دابا يعني باغي تفوت النيفو ديال الراسو باغي تمشي ارضاء الناس غايه لا تدرك باغي تكون انت كلشي معاك وكلشي يقول لك انت معلم ما يمكنش اصلا انا الا كان 1% وراه دابا اكثر من 1% طبعا واحد في المية فهمتي ديال الناس راه واش بلاو كيديروا مساج شوف 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 ممكن ناخذ اخر سؤال وخلاص معناها انا النيوز فيد بتاعي برودكت ريسيرش هذا اللي في تليفوني كله النيوز فيد بتاعي برودكت ريسيرش وعندكم الامازون وجوجل هذوما السهلين هذوما اللو هانجينج فروت وكاين الالي اكسبريس وكاين الي بابا اللي مثل ما جبت بنادم ما لقيتش بنادم بزاف يمشيو لالي بابا يشريو وكاين تاوباو اللي هو الامازون بتاع تشاينا وما ادراك ما الصين تاو باو تي او بي او كندوي عليه وشنو اخر كاين الناس اللي تنجموا كان درتو معنا كان ديتو بسيريو خدامين وداك الشيء كاين الناس في ابورك اسمه ابورك ابورك.com تخدموهم يمشيو للتشاينا خدمتهم غير يشوفوا البرودوي يمشيو لك الكانتون فير ولا السواق ديال الصين ويشوفوا شنو ضارب وشنو وشنو المنتوجات اللي قاعده تخرج لامريكا وكندا واستراليا واليو كي والاوروب اكسترا وشو اخر كاين هذوكم اللي خدموا فيهم وكاين وذاتس ات ذاتس بري ماتش ات وكاين البرودوي الكيك ستارتر والاندي جوجو وهذاك الجو هذاك وصافي دابا كندا هما الكل ما لقيتوش فيهم برودوي اللي درتو هي وليكم راه نمشي للمغرب رفيق الحاج ودابا هذاك اخويا اخر سؤال شنو وين سير وساليت اخويا قلت له لا اخر سؤال دابا نحس بلال يشوف الأسئلة باسمه مبغيش كاين توماس نيجاتيفيتي لا صاحبي هانيا قرايه كامله نسالي والله بنيجاتيفيتي ماشي مشكل ولكن هانيا اغنوريت قراها ماشي مشكل شكرا انت
وجد مثلاً لكم فعلاً تحسنون. شكراً شكراً إخواني لكلام الأغبياء. شكون قال لكم في السالفة؟ احترامات الإخوان. أجا خايبين لا لا ما قرأ لي اللاص اللاص أنا أشتفت أقرأ أقلب عليهم قرأ هذا اللي تابعوا اللي تابعوا اللي تابعوا هاي مان ما عرفش اش طجك النعزم كنت مركز لي على ما ضفاكر. لا والله فهمتي انا نقول لك شوف ديك النسبه كاينه ديك النسبه كاينه وبالعكس خاصها تكون اصلا فهمتي خاصها تكون دابا كاين شي سؤال سالو حمزه عويلي شو صاحبي كيف عمل كيفاش تفرق لهم بلاصون شو صاحبي الاسئله تطرحوا الدراري كيفاش كتفرق البروفيت من داك الشيء اللي غيتعاود تستمروا في والله مشارب السؤال نقول لك كيفاش هاد البروفيت اللي غيتعاود تستمروا فيه الدراري سؤال للاسف هرب ليا فهمتي بقيت دابا كنحاول نشد سميتو ويمشي هاد الاخوان خايبين الدراري فريمون الدراري جاو من العيا غادي نمشيو للناس بس كنت سولت كيفاش تفرق اسولك عاود لي سؤال عاود لي سؤال باش يسمعوه الدراري يستفادوا كيفاش كيفاش الثاني جا من الناس جاوب اخو حسام سولي اخوك حسام والله الا خدم الافاده على الناس جيني الناس فهم خايبين على الدري قال لك كيفاش نسيت السؤال واحد باش تحيد البروفيت باش تعرف راهم سطوا البروفيت الناس خايب من المبلغ كامل وتعاود تنفيستيه ما عرفتش انا ما فهمتش السؤال تاعي فاش تحيد البروفيت كيفاش تحيد يعني دابا انت كتخدم يوميا كيفاش كتحيد البروفيت انا نجيك انا السؤال بحال هكا دو هذا هو شي كيتجمع شي كيتجمع على كتجمع كتولي كتزيد كتسكايلي داكشي راه هو نيت كيولي داكشي كيدور هكا يولي كراس المال دابا دابا هادشي اللي كيمشي انا كنحيدو دابا هادشي ما عندناش راس نحيدو منهم دابا هادشي كيمشيو الدراري العقليه ديالهم هي انه مثلا هو تيبغي 10000 دولار واللي فوق 10000 دولار يبقى يحيد لا 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 لازم 90% يرجعوا للبزنس و10% لا علاش علاش 10% تصور كدو في المليون دولار تاخذ 10% علاش تاخذ 10% ما دير ما عندك ما دير بها انا خويا انا خويا خدمت عليها مليون دولار رجعوا لي المليون تاعك اخويا لا لا انا شوف هو راه كل واحد ومقياسه فما اللي يحطوا 80 ياخذوا باه فما يحطوا 95 وياخذوا وياخذوا جوج 5% احنا فور اكزامبل نحطوا 90 يرجع الكل و 10% هذيك فيها الدار والطوموبيل وال 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 والسالير والماكله والفواجات والفواجات خلاص من بزنس وال 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 اكسترا معناها لازم يكون في الاول يكون هكا 10% ديالك هو جوست 1000 دولار ومن بعد يولي 1500 ومن بعد يولي 4000 ومن بعد يولي 10000 بعد تدير غامير مزيان ما في المغرب واخا نقول شي واحد الله غادي يخلي الماكسيموم ديالو لا الماكسيموم ديالو 500 دولار في الشهر حاولت نحل شي المغرب فيها 500 دولار بير مانت وريح تخدم واحد الفلوس كامله باش تبقى تاخذ الفلوس على برا ملي هذيك دوز عام تجيبها لك راه ولات لاسطون كبيره وديك الساعه ممكن نقول غادي ناخذ منها هاد لابارتي وغادي نزيد نسكيري بهاد لابارتي هذا ماشي انا عندي 10000 ولات عندي 12000 غادي نحيد 2000 ولات عندي 12000 غادي نحيد 2000 ولات عندي 12000 شهر بعدا نحيد 2000 عاد واش في الاخر شحال شهور داز 6000 دولار 6000 دولار وغادي تاكل منها لا راه كيديروا خير من هادشي اش كيقول لك مثلا دابا هو بدا ب 2000 دولار كيدير 10000 دولار تقول لك على 10000 دولار نشد 8000 نشري بها طوموبيل وديك 2000 عاوتاني نجيبها اللايف ديالنا مثلا انا وياك في انستغرام واحد خونا شنو كاتب كاتب خويا سيمو انا شريت طوموبيله ب 15000 دولار 15000 دولار وشعلت لي فيها العافيه وتحرقات وديموتيفيت يعني ديك الفلوس اللي كيملك كامله مش حطها في الطوموبيل باش هذه هي العقليه اللي كندوي عليها ديما وما يبقاش فيك الحاله الاخر فهمتي ما يبقاش فيك الحاله تسمع منها الهضره هذه حول الصحه راسك باش يمشي عيق على بنادم الصاد انا نلبس صنداله فهمتي تعيش مرتاح على صنداله عشان نعاود في الصنداله لا علاش حاشاهم صنداله صاحبي صنداله تلبس صنداله حاول اصاحبي متعدد الاستعمالات تلبس صنداله لبس الشرطه صاحبي علاش جيت تمشي تخرج اصاحبي تفرض على راسك شي حاجه اللي ماشي في المستوى ديالك اصاحبي لازم تلبس النجوم فهمتي وطوموبيله وكذا اسيتس الاسيتس الشعب العربي لازم يتعلم ينفستي
القوة في الشعب العربي يدخل 1000 يصرف 1000 ولو يدخل 1000 يصرف 3 لا يدخل 1000 يصرف 3000 اخر مرة هبطل تونس الشعب كله عايد تسألوا شحال سالارك 500 600 سيتساهر ليلتها ب 500 دولار تلمغير وباقي الشهر نفس الكارتر نفس الكارتر نشوف انا خايبين يوم ميلادك اليوم ميلادك نتسال اليوم ميلادك نتسال علاش مغاربة كنعرفو خدام 500 جيغال يوميا يوميا كنلقى في كازينو تيف بلا ما نكمل بوش صغير ما عندناش ما بغيناش نديرو داك الكازينو الاشهار يوميا الصاط انت اش كدير هنايا انا ما عمري خسرت سنت في شي كازينو سنت ما عمري انت اش انا اي سؤال انت اش كدير هنايا ويوميا ما نتفهمش نفس القضية فهمتي راه الصالات ديال اللايبيليتيز والاسيتس لازم الكل تقرا ريتش داد بور داد اول كتاب لازم الناس تكون تقرا اول ريتش داد بور داد وقت بزاف تعرف تضحك ريتش داد بور داد اول مره قريته قريته في المكتبه ما عنديش فلوس باش نشريه كنت نمشي نقرا وعاد يطردوني لا لا مش باش تقرا باش تجري نقرا شابيتر ونعاود نرجع قدوة كي الطالب الركيك عرفتك الطالب الركيك يجي قاصح نرجع ونعاود نقرا ونعاود نرجع ونعاود نقرا ونعاود نرجع ونعاود نقرا لين في الاخر قريته بلاش ودابا في الاخر راه كاين في الانترنت وما يقراوش بي دي اف بي دي اف كاين فور في الوقت ما فهمهاش في البي دي اف ولكن علاش قريتيه كان واحد النوار لازمني يكون حبيت نبدا في الانترنت قالوا لي اول كتاب لازمك تقراه ريتش داد بور داد وثينك اند جرو ريتش نابوليون هيل وكلشي فلوس كلشي غادي يمشي يخسرهم شي طوموبيل هو ريتش داد بور داد ما وريكش كيفاش دخل فلوس بير سي مي المايند سيت تبدا قبل ما حتى انا كنت يا اخي ما كبرت في تونس كنت ندخل 100 نصرف 300 تلقاني خويا لابس الديازر والكوتشي والدعوه على الماركات كارت بوبليسيتير ماشي وفرحان وفرحان تو خويا هاو هاو تي شيرت ها كي باندا وهاني لا خير بلال فريمون بكل صراحه بلا شحال شحال دايره في اللعيبه اللي لابس لا خير بلال بكل صراحه انا نقول لك اخاي بلال شحال هذا ثلاثه في ماليزيا عرفتي داك الكوانج ثلاثه من هذا ب 10 دولار 100 درهم ثلاثه ب 100 درهم انا هذا 11 دولار 11 دولار هذا اللي لابس الشورت ثلاثه ب 20 دولار ثلاثه ب 200 درهم وهو هذا الفكر ملي كيجي كيوقف معاك يقول لي سبادريتي دايره 5000 درهم بحال شي ناس يشيو سبادريتي 1000 دولار خليني نسى اشي ما كيعنيش ان ما تمشيش تشري لباس غالي ولكن لباس غالي ما عنده ساعته صاحبي هو السيمانه كامله شي بان موجه السيمانه كامله لابس مزيان من المدير احسن من المدير احسن من المدير شكون هو المدير هو انت هو هذا هذا هو المدير المدير يا خويا انا خدام كيف لا ولكن كاين واحد التيم كبيره كاين واحد سميتو واش وانت دونك هو المدير وش تسوي السر كاين في التيم ديال كيلبس احسن منك يدوزو لينا احسن منك كاينين 100% كاينين لا من التيم عندي انا علاش دابا هاد القونصه راني فرحان ناشطين هو الموجه it's not about looking rich it's about being rich It's not about looking rich. Yeah. And more than that, Facebook. It's to be rich in mind, in your mind. Good. Facebook. صعبني لابس ديك الصنداله ديال الاديداس ديال العجيبه صعبني لابس واحد الشورت لا علاقه اللي جاو دوك ها دوك العقليه ديال دخلنا عليك بالله واش هذا بليونير فاك يو صحه منك ماشي بخاطري ماشي انت اللي تحدد واش هو بليونير ماشي بليونير اش تصطاد هذا الصايك ديك الطوموبيله محرتك واش هذا شوف غير التريكو التيشيرت ديالو كيداير ديما لابسه ما تيتسناش ماشي انت اللي تقول لنا هذاك بليونير ولا ماشي بليونير صحه منك وشكون هو هذا اللي بليونير انت اللي لابس مزيان نعاود طلعوا لي فراسكم الاخوان هادشي كامل كنقولوه باش تبدلوا الكالتشر تخاوتي تلاحظوا المحكوم
ان شاء الله نكونوا فدناكم كامل باذن الله. واللي ما فدناش مازال اسئله في لي ميساج، مازال عندنا اللايفات بزاف جايين باذن الله. ابعثوا الاسئله لكلكم حسام. حسام التراري. انا باي ذا واي انستاليت الفيسبوك الاخواني باش نديروا اللايف ابقى نمسحوا. لا لا ديسيبليني سيمو راه ديسيبلين. فهمتي لا ديسيبلين فيسبوك ما عندي من ندير به فيسبوك فهمتي زوين. لا عندك شي بيزنس تتبوستي وكتلهي بنادم. كاين شي سؤال حمزه عوني من الصباح هو يسال قال لك اونبلاسمون ديال الادز في السيت ديالك حسام. كنت هضرت لكم بزاف على الاونبلاسمون اللي هو عندك تحت تيتر ديال الارتيكل وقبل النكست والباك بوتن واحد في السايد بار، ولا تقدر دير واحد قبل النكست والباك بوتن ودير واحد في السايد بار. هذا ما كان في الويب سايت. نقولوا ان شاء الله زينا اللايف. يلاه شكرا لكم بزاف اللي شافونا الاخوان. كنعتذروا اللايف اللي تكون بجبال السر ماشي بديك الانرجي اللي زوينه حيت راه بزاف. جوج تاع الصباح. جوج تاع الصباح نهار كامل برا. والنهار كامل اللي بغى يشوف اش درنا في ستوري النهار كامل كاين الانستغرام ديالي. كنا خارجين حتى بلاصه الدراري عياو ومشيو نعسو وطلعوا لي في راسك ان شاء الله. طلعوا لي في راسكم ان شاء الله الاخوان. تبارك في واحد ان شاء الله. صباح الخير. فين يا معلم؟ بس اشنو اشنو هذا شنو؟ يلا يا سيدي اعطيني كاس ليك يا حسين وصل. فان فان انا قلت ما عرفتش زيد الجراس صاحبي.